بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هندي محاضره الايمجينج اناتومي للسباين. باذن الله هي محاضره ما هياش تقيله ولا حاجه، وان شاء الله نخلص يعني الايمجينج اناتومي بتاع السباين في قاعده واحده النهارده باذن الله. ايه اللي احنا عايزين نعرفه النهارده عن الايمجينج اناتومي بتاع السباين؟ ايه هي الايمجينج موداليتيز؟ يعني ايه الفيرتبرال كولن كونسبت؟ الفيرتبرال كولن بيتكون من ايه بالظبط؟ ايه الكيرفيتشرز بتاعته؟ anatomical divisions بتاعته، vertebral ligaments والdiscs، three column concepts، vertebral joints، spinal nerves بتطلع ازاي؟ هنتكلم كلمة عن ايه شكل السيرفايكال والدورسال واللمبر والسكرال فيرتبري كل واحدة لوحديها، كرينيو سيرفايكال جانكشن هنقول عليها كلمة، وهنقول كلمتين كده عن الاناتوميكال فاريانس والارتفاكتس. أول حاجة الايمجينج موداليتيز للسباين عامة، عايزين نصور السباين بنصور ايه؟ أول preliminary study الطبيعي بلين اكس راي. بلين اكس راي دي اول حاجه هنعملها لو واحد بيشتكي من اي الم في ظهره او اي تروما او اي حاجه، بنعمل بلين اكس راي. ما زالت البلين اكس راي في السباين مهمه جدا، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعمل في الكلينيكال براكتس، يعني ما هياش ذات قيمه قليله خالص. والبلين اكس راي زي ما انتم عارفين بيتعمل اي بي ولاترال، وممكن نضيف كمان اوبليك فيوز، رايت اوبليك وليفت اوبليك، علشان بالذات لو احنا عايزين نطمن على البارس انتر ارتكولاريس، هقول لكم يعني ايه دلوقتي، والفاسد جوينتس وكده. وبرده بنعمل ساعات فليكشن واكستنشن فيوز، يعني العيان يوطي قدام او يرجع لورا، ده علشان يشوف الاستابيليتي. ودي دولت السته فيوز المشهورين بالنسبه لللمب سيكرال سباين، وساعات كده الدكاتره يبعتوا على طول يقول لك ايه لمب سيكرال سباين 6 فيوز. 6 فيوز يعني يقصد بيها الايه؟ الفول اسيسمنت بقى، الانتروبوسيرو واللاترال والبوس اوبليكس وفليكشن واكستنشن. في السيرفايكال بقى في حاجات ثانيه هتتضاف شويه هقول لكم عليها دلوقتي. ثاني حاجه السي تي، السي تي ليه دور مهم جدا في السباين، لا يغفل بالذات في حالات التروما، لان احنا زي ما احنا عارفين السي تي ديلينيشن للبونز بتاعته عاليه جدا، فلو احنا عيان جايب موتور كار اكسيدنت او كده فبيبقى السي تي مازال ليه دور امبورتنت جدا. واهم حاجه في السي تي ان احنا نقول الفراكشر فين بالظبط، وهل في ريترو بالسد فراجمنت دخلت على السيكل ساك عملت كومبرومايز للسباينال كورد، عملت كونتيوجن في الكورد او كده ولا لا. الام ار اي بقى هو الجولد ستاندرد في اغلب حالات السباين، علشان نشوف لو في ديسك ليجن اخباره ايه، السوفت تيشو والفاسيت وحاجات كتيره جدا. الام ار اي هو دلوقتي الاساس، لو العيان بيشتكي من اي حاجه في ظهره بيعمل بلين اكس راي، لقوا فعلا ان في نارود سبيسز للديسك سبيسز وكده وخلاص، العيان بيقرر ان هو عايز يعمل عمليه، لازم يعمل قبلها ام ار اي علشان فول اسيسمنت، وبوست اوبراتيف بقى بعد كده بيتابع برضه بالام ار اي. هل في دور للسونار في السباين ايمجينج؟ فيري مينيمال. في الاطفال بيقولوا انه ممكن تعمل الترا ساوند على السباينس بروسس والسباين، يعني علشان تشوف لو فعلا في سباينا بيفيدا، لو في ديفكت في الكورد او ايه، يعني بيشوفوا بيها حاجات قليله، لكن هو الحقيقه ليميتد رول جدا للسباين للالترا ساوند في السباين ايمجينج عامه. مايلوجرافي زمان كان الجولد ستاندرد في حالات قبل الديسك سيرجريز وكده، كان المايلوجرافي ده مهم جدا علشان نشوف فعلا الديسك ده مأثر وضاغط على السيكل ساك ولا لا، لان احنا لما كنا بنعمل الاكس راي ما كناش شايفين السيكل ساك والسي اس اف، فبنشوفه اندايركت بان احنا نعمل المايلوجرافي ده ونشوف الديسك ده ضاغط قد ايه على السيكل ساك، بيحقنوا طبعا في السيكل ساك نفسها، وبعدين ياخدوا بوزيشنز معينه. المايلوجرافي قل لحد ما يعني يعتبر كاد ان يختفي بعد ظهور الام ار اي، لان احنا خلاص بقينا بنشوف دايركت الديسك ونشوف السي اس اف اندنتد بايه وايه، فكاد ان يختفي لحد ما ابتدى يرجع تاني ويعاد له الروح شويه بعد انتشار عمليات السباينال سيرجرز بكثره كبيره. وبقت مشكله في الام ار اي ان احنا بنصور العيان وهو نايم على ظهره. احيان كتيره بالذات الناس اللي بعد السيرجري لو عمل سباينال لامينكتوميز وايد ديسكشن جامد جدا، عمليه اجريسيف شويه، بيبقى عندهم حاجه نوع من الانستابيليتي.
فلو صورنا العيان وهو نايم على ظهره الفرتبري نورمال ومش هيبان الانستابيليتي. لما نيجي العيان ده يقف ويعمل فليكشن ويعمل اكستنشن ويعمل كده، تبص تلاقي الفرتبري بتتزحزح على بعضها شويه، ده اللي هو الانستابيليتي اللي بيحصل بعد العمليه. فده مش هيبان بالام ار اي، فعايزين نشوف العيان وهو في الوضع اللي بيوجعه. عايزين نشوف، هو بيقول لك وانا نايم انا مستريح، فانت بتصورني وانا في الوضع اللي بيريحني، لكن انا وانا بقف وانا بمشي هي دي المشكله. فالمايلوجرافي ما زال عشان دايناميك، ممكن تصور على العين وهو واقف، ممكن تصوره وهو عامل فليكشن، تقدر تشوف فعلا الاندنتيشن بتاع الديسك على والاستابيليتي بتاعت الفرتبري على بعضها. فدي اصبح ليه عوده شويه وليه قيمه شويه في الايشو دي. يعني ديسكوجرافي ده فحص يعني اختفى من الدنيا خلاص، ما عادش ليه عوده، ده مات تماما، ما عادش ليه قيمه دلوقتي. وهوريكم كده كان بيتعمل ايه زمان. نخش في الجد بقى، ايه الاناتومي بتاع الفرتبرال كولم؟ طبعا احنا عارفين ان الفرتبرال كولم بيتكون من ايه؟ من اربع سيجمنتس كبار: السيرفايكل، الدورسال او الثوراسيك، اللامبر، بعد كده السيكرم والكوكسكس. دولت يعني ايه؟ بيتحطوا مع بعض كده لان هم فيوزد مع بعض. السيرفايكل سيجمنت بتتكون من كام فرتبري؟ بتتكون من سبعه فرتبري. والدورسال بيتكون من كام؟ من 12. واللامبر بيتكون من كام؟ من خمسه. السيكرم المفروض خمسه بس بيبقوا فيوزد على بعض وبيعملوا بون كبيره اسمها السيكرم، ما عادتش متقسمه فيرتبري زي بقيه السباين، بس بيبقى ايه؟ اسمه السيكرم على بعض. الكوكسكس دي حته صغيره اخر حته خالص اللي هو التيل، يعني بواقي التيل في الانسان، ده بيبقى ثلاثه او اربعه سيجمنتس صغيرين وبعدين بيلحموا مع بعض وبيعملوا برده شورت بيس صغيره، دي اللي هي الايه؟ الكوكسكس على بعضها. فلو احنا عدينا كده الفرتبري بتاعت السباين بتاعت الفرتبرال كولم كام؟ هيبقى 7 سيرفايكال و12 ادي 19 و5 لمبر كده كام؟ 24 بعد كده السيكرم والكوكسكس زي ما قلت لكم بقى بيبقوا لحمين مع بعض. لو اعتبرنا السيكرم 5 ادي كده 29، لان هو مازال متقسم 5 سيجمنتس يعني الى حد ما صحيح لحمين في بعض مش زي الفرتبري بس مازال 5 سيجمنت، يبقى 29. الكوكسكس تعتبر واحده بس هو الايه؟ كده 30. احنا عندنا بقى في السباينال نيرفز، في السباينال نيرفز 31 نيرف بيرز اوف نيرف، يعني نيرف روتس. الفرق الزياده الواحد الزياده ده اللي هو الايه؟ سيرفايكل. في السيرفايكل في السيرفايكل عندنا 8 سيرفايكل نيرفز، 8 سيرفايكل نيرفز، وعندنا 12 دورسال، وعندنا 5 لمبر، وعندنا 5 سيكرال، وعندنا 1 كوكسجيال، فبقى 31 بيرز اوف ايه؟ اوف نيرف روتس. هقول لكم الكلمات دي هتفرق معانا في ايه دلوقتي. زي ما انتم شايفين اهو برضه نفس الكلام، السيرفايكال فيرتبري من 1 ل 7، الدورسال من دورسال او ثراسك من 1 ل 12، اللمبر من 1 ل 5، السيكرم 5 بس فيوزد، الكوكسكس بيبقوا 3 او 4 بس بيبقوا فيوزد وصغيرين جدا وبيطلع لهم كوكسجيال نيرف واحد. الشكل الفيرتبري من مكان لمكان بيختلف، السيرفايكال غير الدورسال غير الايه؟ غير اللمبر غير السيكرم غير الكوكسكس. في السيرفايكال بتتميز بحاجات اهمها واشهرها العلامه المميزه ليها الايه؟ الفورامين ترانسفيرزيريوم او الايه؟ الترانسفيرز فورامين، ان في فورامين صغيره في الترانسفيرز بروسس بتاعتها دي ماشي فيها ايه دي؟ الفيرتبرال ارتري والفينس بليكسس بتاع، فدي مش موجوده غير في السيرفايكال فيرتبري اللي هي الحته الصغيره دي ماشي؟ اللي هنا وهنا. طيب الدورسال فيرتبري، حط بس الدورسال فيرتبري بتتميز بحاجة تانية بإن فيها اتنين جوينتس مش موجودين في بقية الفيرتبري. إيه الاتنين جوينتس دولت؟ الكوستو فيرتبرال والكوستو ترانسفيرز جوينتس، اللي هو الارتكيليشنز ما بين الريبس والدورسال فيرتبري، واحد مع الفيرتبرال بادي اسمه كوستو فيرتبرال، واحد مع ترانسفيرز بروسس اسمه كوستو ترانسفيرز. فهذا مش موجود لأن مفيش ريبس لا في السيرفايكال ولا موجودة في اللمبر، مفيش ريبس في اللمبر. اللامبر فيرتبري بقى بتتميز بايه؟ ان ما فيهاش لا ده ولا ده، ما
ما فيهاش لا الترانسفيرز فورامين دي ولا فيها الكوستو فيرتبرا ولا الكوستو ترانسفيرز. وبعدين طبعا اللامبر فيرتبرا هي اكبرهم, اكبر الفيرتبرا وهي تعتبر الايه الكلاسيك فيرتبرا. طيب السباينال كورد بالنسبه للفيرتبرال كولم فين؟ في حاجه سنترال اسمها السباينال كانال, اسمها السباينال كانال. احنا هنعرف دلوقتي حالا ان كل فيرتبرا ليها بادي, ليها بادي وليها نيورال اليمنت, نيورال اليمنت او بيسموه البوستيريور ارش. هذا البوستيريور ارش بيتكون من اجزاء هنقولها دلوقتي, لكن ما بين الفيرتبرال بادي والنيورال اليمنت في كانال, في كانال. الكانال دي ماشي فيها الايه السباينال كورد. فالسباينال كورد ماشي في النص ما بين الفيرتبرال بادي والايه, عشان يبقى محمي ما بين الفيرتبرال بادي قدامه والنيورال ارش والبوستيريور اليمنتس دي كلها محوطاه من الجوانب. السباينال كورد بيخلص فين؟ في الادلت بيبقى المفروض عند L1 تقريبا, ممكن يطلع سنه يبقى عند T12, ممكن ينزل سنه عند L1-2 ليفل. في الاطفال لا, اول ما بيتولدوا بيبقى تحت شويه وبعدين يبتدي يطلع, فممكن يوصل تحت في الاطفال لحد L3 وL4. في كلمه عن الكيرفيتشرز, نورمال كيرفيتشر او الفسيولوجيكال كيرفيتشرز بتاعت الاسباين. احنا عندنا في 2 كايفوتيك كيرفيتشر و2 لوردوتيك كيرفيتشر. ايه الكايفوزز وايه اللوردوزز؟ السيرفايكال الطبيعي بتاع السيرفايكال سباين انه يبقى فيه ايه سيرفايكال لوردوزز, والطبيعي بتاع اللامبر ان يبقى فيه لامبر لوردوزز. الطبيعي بتاع الثوراسيك ان يبقى فيه ثوراسيك او دورسال ايه كايفوزز, وبرده الطبيعي بتاع السيكرم ان يبقى فيه سيكرال كايفوزز. ده ربنا سبحانه وتعالى خلينا كده علشان يوزع ديستريبيوت الايه الويت, ديستريبيوت الويت على مستوى الفيرتبر. لو حصل ان في اي باثولوجي ممكن جدا يحصل ماسل سبازم في الحته دي, وبالتالي يروح نفقد هذا الفسيولوجيكال سواء اللوردوز او الكيفوز على حسب المكان. زي ما احنا شايفين هنا كده, ادي ده السباين كامل على بعضه, هنا في سيرفايكال لوردوزز, ثوراسيك كيفوزز, لامبر لوردوزز, وسيكرال كيفوز. ده الشكل الكلاسيك فيرتبرا اللي هي هنا لامبر فيرتبرا, بتبقى زي ما قلت لكم بتتكون من ايه فيرتبرال بادي, فيرتبرال بادي ونيورال اليمنت. نمسك الفيرتبرال بادي الاول. الفيرتبرال بادي دي زيها زي اي عظمه, ليها كورتيكال ريم وليها بون مارو. الكورتيكال شيل من بره وجواها بون مارو. الكورتيكال شيل يا دوبك بيبقى جزء صغير خالص اللي هو اللي بره ده, ومليانه مارو سيجمنت, مارو كومبوننت يعني في السنتر بتاعها. طيب النيورال اليمنت بقى بيتكون من ايه؟ بيتكون من كذا جزء. اول حاجه اللي واصله بالبادي على طول اسمها البيديكل, اسمها الايه؟ البيديكل. وبعدين في حاجه ورا اسمها الايه؟ اللامينا. الاثنين لامينا بيلحموا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها سباينس بروسيس. كده وخلاص؟ لا, في حاجه كمان اسمها سوبيريور ارتيكولار بروسيس طالع لفوق, وفي حاجه اسمها انفيريور ارتيكولار بروسيس نازل لتحت. ليه؟ لان الفرتبري يعني محطوطين فوق بعضيهم, لازم انت لو حطيت شويه يعني زي دومنا ولا اي حاجه فوق بعضيها, مجموعه حاجات فوق بعضيها كده, هتبقى يا دوبك لو لمست اي واحده فيهم هيروح ايه مهدود كله على بعض. ما بالك انت عندك 30 عظميه اللي محطوطين كلهم فوق بعض كده, لازم يبقى يعني ليهم وسيله اتصال قويه جدا عشان يبقوا ستيبل. هذه وسائل الاتصال معموله بالجوينتس ومعموله بالايه؟ بالليجمنتس. هنعرف دلوقتي ايه الليجمنتس اللي ماسكه الفرتبري ببعضيها, والجوينتس اللي ارتكيوليت الفرتبري ببعضيها ازاي. ففي حاجه عندنا اسمها سوبيرو ارتكيولار بروسس وانفيرو ارتكيولار بروسس, عشان السوبيرو ارتكيولار بروسس دي تروح تارتكيوليت مع الانفيرو ارتكيولار بروسس بتاع الفرتبرا اللي ايه اللي فوقيها, والانفيرو ارتكيولار بروسس بتاع مثلا زي L3 تنزل لتحت علشان تارتكيوليت مع السوبيرو ارتكيولار بروسس بتاع L4. فهو ده الجوينتس اللي بيسموه فاسيت جوينت. الفاسيت جوينت ده عباره عن ايه؟ ده جوينت ما بين التو ادجيسنت فيرتبري, من السوبيريو ارتكيولار بروسس بتاع واحده والانفيريو ارتكيولار بروسس بتاع الثانيه. الحته بقى من البوستيريور اليمنت اللي هو التقاء السوبيريو ارتكيولار بروسس اللي طالع من هنا والانفيريو ارتكيولار بروسس اللي طالع من تحت مع البيديكلز واللامنا, الحته دي كلها بنسميها الارتكيولار بيلر, نسميها الارتيكولار بيلر او بارس انتر ارتيكولارس.
هذا البارس انتر ارتكولاريس هو ده اللي هنعرف بعد كده ان في حاجه اسمها بارس ديفكت او بارس انتر ارتكولاريس بريك. ده بيبقى سبب من اسباب ان الفرتبرا تتزحزح على بعضيها اللي بنسميها سبونديلولايثيز. مش عليكم الكلام التفاصيل الباثولوجي اللي بيحصل، بس انا عايزكم تبقوا عارفين ايه الاناتومي، ان هو ده اللي هيهمنا بعد كده في الباثولوجي. لو خدنا الدياجرام اللاترال بتاع الفرتبرا كده هنلاقي ادي عباره عن فرتبرال بادي، هتبقى الحته اللي من النيورال ارش دي على طول اسمها ايه؟ البيديكل. البيديكل وبعد كده عندنا سوبيريور ارتكولار بروسيس، وادي الانفيريور ارتكولار بروسيس، وادي الايه؟ السباينس بروسيس. طبعا طالع من هنا كمان الايه؟ من الارتكولار بيلر دي، ده الترانسفيرز ايه؟ ده الترانسفيرز بروسيس. يبقى احنا عندنا ايه مكونات اي فرتبرا؟ فيرتبرال بادي ونيورال ارش. نيورال ارش او البوستيريو المنت بيتكون من ايه؟ من بيديكل، لامينا، سباينس بروسيس، سوبيريو ارتكولار بروسيس، انفيريو ارتكولار بروسيس، وترانسفيرز بروسيس. ماشي؟ طيب ادي نفس الكلام المكان اللي ما بين السوبيريو والانفيريو ارتكولار بروسيس هوريه لك دلوقتي. يعني بصي احنا كده ده السوبيريور ارتكولار بروسيس صح، وادي الانفيريور ارتكولار بروسيس. الحته دي اسمها البارس انتر ارتكولاريس، المكان اللي ما بين الارتكولار بروسيس وبعضها، الحته دي اللي في النص دي اسمها البارس انتر ارتكولاريس. تمام؟ طيب يبقى عندنا بادي، عندنا بيديكلز، لامينا، ترانسفيرز بروسيس، سوبيريور وانفيريور ارتكولار بروسيس، وادي السباينس بروسيس، وفي النص الكنال دي اللي هي الايه؟ السباينال كانال او ثيكال كانال اللي ماشي فيها السباينال كورد او ثيكال سيك. كلمه كده هقولها لكم بس عن الفاسيت جوينتس، ده بالنسبه لللمبر سباين خاصه. يعني لو تشوف تلاقي ان السوبيريور ارتكولار بروسيس او الفاسيت يعني بيبقى دايركتد ايه؟ بوستروميديالي. بوستروميديالي، اما الانفيريور ارتكولار بروسيس بيدايركت انترو لاترالي. علشان في الاخر يعملوا الفاسيت جوينت اللي هو بيبقى اوبليك شويه في اللمبر سباين، وهوريكم اهميه الكلمه دي ايه دلوقتي. يبقى دي ايه؟ دي الفيرتبرال بادي، ودي ايه؟ دي البيديكل، ودي اللامينا، ودي السباينس بروسيس. طبعا الفيرتبرا مش محطوطه لوحدها كده، محطوطه كذا فيرتبرا ربنا سبحانه وتعالى خالقهم فوق بعض، هيعملوا ما بينهم ما بين البوستيريور اليمنت ما بين البيديكل بتاع دي والبيديكل بتاع دي في فورامن صغيره. الفورامن دي اسمها الايه؟ النيورال فورامن. هي دي الفورامنز، المخارج اللي بيخرج منها النيرف روتس من السباينال كورد شخصيا عشان يخرج بعد كده للسبلاي بتاعه منه. يبقى دي النيورال فورامن اللي طالع منها النيرف روتس. ما بين الفرتبرا وبعضيها كل فرتبرا والتانيه في حاجه اسمها انتر فيرتبرال ديسك. الديسك ده عامل زي المخده برضه، ده المخده اللي بتمتص الايه؟ اي شوك او اي ستريس على الفرتبري علشان ما يحكوش في بعض. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفرتبرال الكومبوننتس بتاعت الفرتبرا، الفرتبرال بادي والنيورال اليمنتس، وهنتكلم دلوقتي عن الفرتبرال ليجامنتس. ايه الليجامنتس اللي مربطه الفرتبري ببعضيها مخليها ماسكه ببعض كويس؟ عندنا كذا ليجمنت، في واحد اسمه انتيريور لونجوتيدنال ليجمنت ماشي على الانتيريور سيرفيس بتاع الفيرتبرال بادي، يبقى ده اسمه ايه؟ انتيريور لونجوتيدنال ليجمنت، ماشي من فوق خالص لحد ما يوصل لتحت واخد السباين كول، انتيريور لونجوتيدنال ليجمنت. وفي ليجمنت تاني ماشي على البوستيريور سيرفيس بتاع الفيرتبرال بادي، هيبقى اسمه ايه؟ البوستيريور لونجوتيدنال ليجمنت. وبعدين في ليجامنت ماشي على الانر سيرفيس بتاع اللامينا وبعضيها، ده ليجامنت قوي جدا اسمه ليجامنتم فلافم، اسمه ليجامنتم فلافم. وبعدين في ليجامنت تاني ماشي ما بين السباينس بروسيس وبعضيها اسمه ايه؟ اسمه انتر سباينس ليجامنت. وبعدين في ليجامنت اخر حته في الانتر سباينس اللي هو عند التيب بتاع السباينس بروسيس وبعضيها ثيكنينج من الانتر سباينس ليجامنت نفسه اسمه سوبرا سباينس ليجامنت. وبعدين كمان ما بين الترانسفيرز بروسيس وبعضيها ما بين الترانسفيرز بروسيس بتاع الفيرتبري وبعضيها في ليجامنتس برضو اسمها انتر ترانسفيرز ليجامنتس. كل الليجامنتس دي عباره عن ايه؟ حبال مشدوده علشان تمسك الفيرتبري ببعضيها.
ادي دايجرام تاني. ده هيبقى الايه؟ الانتيريور لونجيتيودينال ليجمنت اللي من ورا، ده البوستيريور لونجيتيودينال ليجمنت اللي ما بين الترانسفيرز بروسيس وبعضيها الانتر ترانسفيرز ليجمنت اللي ما بين اللامينا وبعضيها اسمها الليجامينتا فلافا. وبعدين في الانتر سباينس ليجمنتس واللي على التيب خالص السوبرا سباينس ليجمنت. يبقى دولت الليجمنتس بتاعت الفيرتبرال كولم عامه: انتيريور لونجيتيودينال ليجمنت، بوستيريور لونجيتيودينال ليجمنت، ليجامينتم فلافا، انتر سباينس، سوبرا سباينس، انتر ترانسفيرس. في حاجه اسمها ليجامينتم نيوكي. ايه الليجامينتم نيوكي ده بقى؟ ده هو الكونتينيويشن بتاع السوبرا سباينس ليجمنت في السيرفايكال ريجن اللي بيوصل السباينس بروسس بتاعه السيرفايكال فيرتبري لحد ما توصل للاوكسبت فوق. ده ليجامنت تخين جدا اسمه ليجامينتم نيوكي او نيوكال ليجامنت. طيب ايه بقى الكوميونيكيشن او الاتصال ما بين الفيرتبري وبعضيها؟ اول واحد الانتر فيرتبرال ديسك شخصيا، الديسك ما بين الفيرتبرال بادي والفيرتبرال بادي اللي تحتيها والفوقيها، ده اسمه انتر فيرتبرال ديسك. اي انتر فيرتبرال ديسك بيتكون من تو بارتس، بارت اوتر عباره عن فايبرس كومبوننت عالي جدا اسمه انيولس فايبروزس. اسمه ايه؟ اسمه الانيولس فايبروزس. ده عباره عن فايبرس كومبوننت في البريفري خالص، وبعدين جزء في النص عامل زي الجيلي مليان ووتر كونتنت اسمه نيوكليوس بالبوزس. يبقى ادي الفيرتبري وبعضيها، دي الايه دي بقى؟ نيورال فورامن اللي طالع منها النيرف روتس اللي بتبقى اوفال شيبد كده، دي يطلع منها النيرف روتس. وهنا ده الانتر فيرتبرال ديسك وبعضها. يبقى احنا عندنا هنا ادي ده الايه؟ فيرتبرال بادي، ادي البيديكل، الترانسفيرز بروسيس مع السوبيريور انفيريور ارتيكولار بروسيس، وادي الايه؟ السباينس بروسيس. اللي ماشي في الجوه ده السيكل ايه؟ السيكل ساك ماشي فيها السباينال كور. والفورامين دي اللي بيطلع منها الايه؟ النيرف روت ما بين الفيرتبري وبعضيها، ده الايه؟ الانتر فيرتبرال ديسك. بالام ار اي بنقدر نفرق الكومبوننتس بتاعت الديسك. بالام ار اي نقدر نفرق الكومبوننتس بتاعت الديسك، لان الانيولس فايبروز لانها فايبرس كومبوننت عاليه جدا ما فيهاش ميه فتبان سودا في كل البالس سيكونسز. يبقى هي الايه؟ هي الحته السودا اللي في البريفري بتاع الديسك دي. النيوكليس بالبوزس عشان مليانه ميه هتبان في التي 2 ايه؟ هتبان بيضه لانها مليانه ميه، فهتبان هي الجزء السنترال البرايت سيجنال في التي 2 ده. ماشي الكلام؟ طيب ايه الخط الاسود اللي محاوط الفيرتبرال بادي ده؟ ده الايه؟ الكورتيكال ريم نفسه، الكورتيكال ريم نفسها. امال ايه الابيض ده كله؟ ده البون مارو نفسه، ده البون مارو نفسه. طيب ايه الليجامنت اللي هيبقى ماشي من قدام هنا كده ده؟ انتيريور لونجيتيودينال ليجامنت. طب ايه الليجامنت اللي هيبقى ماشي من هنا كده؟ البوستيريور لونجيتيودينال ليجامنت. طب دي السباينس بروسس اللي ما بين السباينس بروسس وبعضها، ده اسمه الايه؟ انتر سباينس ليجمنت. طب ايه الليجمنت التخين اللي ماشي على التيب ده؟ ده السوبرا سباينس ليجمنت. في كلمه كده كانت مهمه زمان وابتدت اهميتها تقل شويه، بس ما زال كتير دكاتره بيحبوها. يقول لك الفيرتبرال كولوم ده بيتقسم لثلاثه كومبوننتس بيسموها 3 كولومن كونسبت. ان النص القداماني من الفيرتبرال بادي اسمه الانتيريور كولوم، والنص الوراني من الفيرتبرال بادي اسمه الميدل كولون، وبقيه البوستيريور ارش اسمه البوستيريور كولون. مش بس كده، ده كمان الفيرتبرال بادي ده والنص القداماني من الديسك برضو، وهنا يبقى معاه النص الوراني من الديسك. زي ما احنا هنشوف كده، ادي الانتيريور كولون معاه الانتيريور هاف او الانتيريور تو ثيرز اوف ذا فيرتبرال بادي، ومعاه الانتيريور انيولس، ومعاه كمان الانتيريور لونجيتيودينال ليج. اما الميدل هاف التلت الوراني من الفيرتبرال بادي، التلت الوراني من الانيولس، ومعاه البوستيريور لونجيتيودينال ليج. وكل النيورال اليمنت عباره عن البوستيريور كولون. كان الكلام ده مهم جدا في الفراكشرز، ان انت تقول له والله ده الويدج فراكشر بيبقى الانتيريور كولون بس هو اللي افكتد، وتبقى الفيرتبرا من الـ من الـ من الانتيريور اللي بس هي اللي ايه؟ اللي افكتد. لكن البوستيريور كورتكس ده ما هوش افكتد، معناها ان دي ستيبل ما دخلتش على الثيكال ساك. الميدل كولون ده لو هو حصل فيه فراكشر زي في البرست فراكشر ان هو افكتنج الانتيريور والميدل كولون، معناها ان ممكن ريترو بالست فراجمنت تدخل على الثيكال ساك وتكمبرومايز الايه؟ السباينال كورد. فكانت مهم جدا تقول له ده انتيريور كولون بس ولا معاه ميدل كولون فراكشر. ايه بقى الفيرتبرال جوينتس؟ ايه هي الفيرتبرال جوينتس؟ الانتر فيرتبرال جوينت اللي هو الانتر فيرتبرال ديسك ده في حد ذاته يعتبر نوع من الجوينت. الفاسيت جوينت اللي بيتكون ما بين ايه وايه؟
ما بين السوبيريور والانفيريور ارتكولار بروسيس بتاع الفرتبرا وبعضها. في حاجه اسمها نيورو سنترال جوينت او انكو فيرتبرال جوينت، وساعات يسموه نيورو سنترال جوينت اوف لوشكا. ده موجود في السيرفايكال ريجن بس، وهقول لكم هوريكم دلوقتي الاناتومي بتاعه هيبقى عامل ازاي ويبان ازاي. برضه في السيرفايكال في السيرفايكال ريجن اللي هو الابر موست بورشن من السيرفايكال سباين، في حاجه اسمها اتلانتو اوكسيبيتال ارتكيليشن والاتلانتو اكزيال جوينت. الاتلانتو اوكسيبيتال ما بين الاطلس اللي هو السي 1 فيرتبرال فيرتبرا وما بين الاوكسيبيت اللي هو الايه اوكسيبيتال كوندايلز بتاعت السكال، ده اسمه اتلانتو اوكسيبيتال ارتكيليشن او اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. وما بين الاطلس والاكسس، الاكسس اللي هي السي 2، هيبقى في حاجه اسمها اتلانتو اكزيال جوينت، ده برضو ارتكيليشن موجود ما بين سي 1 وسي 2 بس. في الثوراسيك هيبقى في تو جوينتس مش موجودين في حته غيره، اللي احنا قلنا علامه مميزه للثوراسيك فيرتيبرا اللي هي كوستو سيرفايكال والكوستو ترانسفيرس. سوري مش كوستو سيرفايكال بقى، الكوستو فيرتيبرال والكوستو ترانسفيرس. السيكرال في السيكرو الياك جوينت اللي هو ارتكيليشن ما بين السيكرم اللي هم الفيوزد 5 سيكرال فيرتبري مع بعضهم، وما بين الالياك وما بين الالياك ايه؟ ما بين الالياك بونز وبعض معاه. السباينال كورد زي ما قلنا بيخلص عند L1 تقريبا في الادلت لايف. هذا الترمينيشن بتاعته اسمها ايه؟ اسمها الكونس ميدلاريس. الكونس ميدلاريس دي بتقف عند L1. طب وبقيه الخمسه لمبر فيرتبري ولسه خمسه لمبر نيرفز ولسه السيكرال نيرف ولسه الكوكسجيل بينزلوا في ضفيره مع يعني مليانه نيرف روتس اسمها الايه؟ اسمها الكودا ايكواين. نقطه مهمه ان السيرفايكال ريجن بيبقى فيها مايلد انلارجمنت في السباينال كورد عند السيرفايكال ريجن، ومايلد انلارجمنت الثانيه عند اللمبر ريجن، لان دي اللي بيطلع منها الايه السيرفايكال البريكال بليكسس، وعند اللمبر اللي هي اللمبر بليكسس. فبيبقى في مايلد وايدنينج للسيرفايكال سباينال كورد في الحته دي، ووايدنينج في اللمبر كورد في الحته دي. نقطه الكونس مدلاريس ده الترمينيشن بتاع الكورد. انت تقصد الكودا ايكواينا. الكونس مدلاريس ده الترمينيشن بتاع الكورد اللي هو ده، وبينزل منها الضفيره دي هي اللي اسمها الايه؟ الكودا ايكواينا. مجموعه نيرف روتس اللي هي اللي فاضله لسه ما خلصتش لسه ما طلعتش بره، تنزل وكل شويه كل نيرف يطلع من الكورسبوندنج ليفل بتاعه اللي احنا هنشوف دلوقتي بيبقى عامل ازاي، لكن هي دي مجموعه النيرفات اللي مكمله مع الكورد. بعد الكورد ما يخلص عند كونس ميدلاريس مجموعه النيرفات اللي مكمله لتحت دي اسمها الايه؟ اسمها الكودا ايكواين. كمان بيبقى فيه فايبرس تيشو، فايبرس كومبوننت كده رابط الكونس ميدلاريس بالسيكرم من تحت، اسمه الفايلم تيرمينال. اسمه الايه؟ اسمه الفايلم تيرمينال. ده حاجه كده زي ما يكون حبل ماسك الاخر الكونس ميدلاريس دي بالعظم بتاع الكورد بتاع السيكرم، يبقى ده اسمه فايلم تيرمينال. احنا عارفين ان النيرفز بتطلع من الفورامن اللي اسمها النيورال فورامن، اللي هي بتتكون ما بين البيديكل بتاعه الفيرتبرا والبيديكل بتاعه الفيرتبرا اللي بعديها، عامله اوفال شيب كده ويطلع منها النيرف روتس. بيطلعوا ازاي؟ في السيرفايكال ريجون كل نيرف بيطلع من فوق الفيرتبرا بتاعته. يعني ايه؟ يعني سي 1 كرينيال سباينال نيرف بيطلع من فوق الايه؟ سي 1 فيرتبرال بادي، من فوق البيديكل بتاعتها على طول. طب وسي 2 بيطلع منين؟ من فوق سي 2. يعني ايه من فوق سي 2؟ يعني ما بين سي 1 وسي 2. طيب سي 5 بيطلع من فوق سي 5، يعني ما بين ايه؟ ما بين سي 4 و 5. طيب سي 7 من فوق سي 7. طب سي 8، لان هنا بقى ده اللي عمل الفرق بقى، ان عندنا سي 8 في سباينال نيرف زائد عن الفيرتبرا في الحته بتاعت السيرفايكال ريج. هيجي السي 8 عايز يطلع من فوق سي 8، مفيش سي 8 فيرتبرال بادي، في تي 1، فهيطلع من فوق تي 1. يبقى من اول بعد كده الدورسال، هيجي الدورسال 1 بقى هيطلع من تحت تي 1، صح كده؟ لانه ما عادش خلاص بقى سي 8 خد مكانه فوق. يبقى الدورسال الفيرست دورسال سباينال نيرف هيطلع ما بين دي 1 ودي 2، ويستمر هذا الحل لحد اخر الايه؟ اخر الكورد من تحت. يعني L4 نيرف مثلا بيطلع منين؟ من تحت L4، ما بين L4 و5، في الفورامين اللي ما بين L4 و5.
ماشي. يبقى دي نقطه مهمه تعرفوها افتكروها بس، ان اللي عمل الفرق ده هو السي 8 سباينال نيرف، لانه مش موجوده سي 8 فيرتبرال بودي. طيب دي نقطه. نقطه ثانيه مهمه، زي ما انتم شايفين كده الكورد فوق ماشي تقريبا قريب للكورسبوندنج فيرتبرال بودي بتاعه، فالنيرف طالع ايه؟ هوريزونتال تقريبا، طالع ايه؟ هوريزونت، كل النيرفات بتطلع تقريبا هوريزونتال، لكن هنا بيروح خالص هو عند ايه؟ عند ال1. فالنيرف رودز بتاعت اللامبر فيرتبري بتنزل ازاي؟ بتنزل اوبليك جامد، بتنزل نازله اوبليك جامد عن طريق الكودا ايكواينا دي، نازله اوبليك. فهينتج عن ذلك ان في اللامبر ريجن فيه، لو خدنا كروس سيكشنال فيو اكزيال فيو، هنلاقي ان في نيرفات نازله، في حاجات نيرفات نازله في السيكل ساك اللي هي لسه مكمله للليفل اللي تحتيها لسه ما طلعتش، في واحد ديستندنج نيرف ماشي في النيورال ريسس، وفي واحد طلع خلاص في الايه؟ في النيورال فورامين. وهوريكم دلوقتي المنظر بتاعها في الام ار اي بتبقى عامله ازاي. يعني مثلا لو انا خدت اكزيال فيو عند الليفل بتاع L3-4، هيبقى في فورامين اللي هي L3-4 فورامين ماشي فيها نيرف روت. اني نيرف روت؟ L3 اللي ماشي في الريسيس لسه ما طلعش من الفورامين، مستني بس هو خد جنب من السيكل ساك سنه كده ودخل في حاجه اسمها النيورال ريسيس، هوريكم مكانها، علشان مستعد ينزل في اللي تحتيه على طول، هو اللي نازل المحطه الجايه. ده هيبقى بتاع ايه؟ L4، لان هو اللي نازل المحطه الجايه. هيبقى في واحد اكزيتنج نيرف وفي واحد ديستندنج نيرف. الاكزيتنج نيرف ده في الفورامين والديستندنج نيرف ده في الايه؟ في الريسيس. هوريكم الكلام ده دلوقتي تاني. ادي ده كده هنا الايه؟ سي 1 طالع من فوق الايه؟ السي 1، السي 2 طالع من فوق السي 3، سي 4، سي 5، سي 6، جينا عند سي 7 طلع من فوق السي 7، سي 8 طلع من فوق الايه؟ التي 1، التي 1 طلع من تحت التي 1 خلاص، فوق من فوق الايه؟ من فوق التي 2. نفس الكلام بدايجرامز مختلفة عشان بس ايه؟ ما حدش يتلخبط فيها بعد كده، ماشي؟ وهو كاتب لكم سي 1 سباينال نيرفز اكزيت اباف سي 1 فيرتبرا، كله يفضل لحد سي 8 هو اللي اكزيت بلو سي 7 عشان في 8 سيرفايكال نيرفز لكن 7 سيرفايكال فيرتبري. هنا بقى في اللمبر زي ما قلت لكم كده، بيبقى النيرفات ماشيه اوبليك، فبيبقى في واحد طالع من عند الفورامين وفي واحد لسه نازل مستني هينزل في الايه؟ في الفورامين اللي بعديها نازل المحطه الجايه. لو خدنا كروس سيكشنال هنا هنلاقي واحد لسه هنا وواحد طلع في الفورامين خلاص. سي ان ده مثلا L3-4 ليفل، سي مثلا دي L3 ودي L4، هيبقى اللي طلع خلاص ده اللي كان L3، لكن L4 مستني هينزل من تحت L4 في المحطه اللي بعدها. ده نفس الكلام، ادي الكودا ايكواينا ماشي. الكودا ايكواينا اخر حاجه في الكورد اسمها الكونس ميدلاريس، وبقيه النيرفات اللي نازله اسمها الكودا ايكواينا. كل بقى نيرف ينزل من كورسبوندنج تبتدي تقل عدد النيرف روتس بالتدريج كده لحد ما يبقاش فاضل غير استكرا الكوكسجيه الاخر واحد ينزل. طيب هنعمل زوم على بعض البوينتس في الفرتبري. عندنا في السيرفايكال ريجن احنا عرفنا خلاص مميزه، علامه مميزه للتيبيكال سيرفايكال فيرتبري اللي لها فيها ايه؟ الفورامين ترانسفيرس ديري. بس التيبيكال سيرفايكال فيرتبري دولت بيعتبروهم بس سي 3 وسي 4 وسي 5 وسي 6 بالكتير. سي 1 و2 مش تيبيكال خالص لان ليهم شكل مميز، وسي 7 كمان بيسموها سيرفايكال بروميننس بيعتبروها اتيبيكال. السيرفايكال بروسس السباينس بروسس بتاعها اتخن واحد وكبير جدا، لو اي حد حط ايده في اخر رقبته من ورا كده هيحس بوني بروميننس جامد. ده السي 7 سباينس بروس بيسموه سيرفايكا ايه؟ سيرفايكا بروميننس. طيب دي كده تبقى التيبيكال او كلاسيك سيرفايكال فيرتبري، ليها فيرتبرال بودي، ليها ترانسفيرز بروسس في ترانسفيرز فورامين، ليها بيديكل، ليها لامينا، ليها السوبيريور انفيرو ارتيكولار فاسيت، وليها الايه؟ السباينس بروسس، وماشي فيها ادي السيكل ساك ماشي فيها السيرفايكال سباينال كورد. هما الايه الاتيبيكال بقى واللي هم اللي مش كلاسيك او الواحد الارش الاطلس اللي هو الكام؟ اللي هو سي 1. السي 1 ده والسي 2 حصل فيهم موديفيكيشن شويه، ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني من حكمته احنا دلوقتي السي 1 سي 2 دولت ليهم علاقه بالاوكسبت، ليهم علاقه بالاوكسبت وبالسكال،
في موفمنت موجوده فيها في الحته دي مش موجوده في بقيه الفيرتبري وهي الروتيشن. الروتيشن موفمنت دي لازم تبقى عاليه جدا علشان نقدر نحرك راسنا كويس. فابتدى حصل شويه موديفيكيشن في السي 1 والسي 2 فيرتبري علشان يعرفوا تو ارتكوليت مع الاوكسبت. ان السي 1 ده فقد البادي بتاعه، فقد البادي الاساسي بتاعه وده للسي 2 اللي هو هيبقى ريمننت، هيعمل حاجه اسمها الايه الاودنتويد بروسيس او الدنس. فاصبح السي 1 بيتكون من حاجه اسمها انتيريور ارش اوف اطلس وبوستيريور ارش اوف اطلس. انتيريور ارش وبوستيريور ارش، عند الانتيريور ارش كده في البوستيريور اسبكت بتاعه في فاسد صغير علشان يارتكليت مع الاودنتويد بروسيس. طبعا ادي الانتيريور ارش وادي البوستيريور ارش، هما الايه الحجه الكبير ده بقى اللي هما يشملوا بقى على الارتيكولار فاسيتس مع بعض و دي اسمها اللاترال ماسز، يسموها الايه اللاترال ماسز اوف ذا ايه اوف ذا اطلس. ده بقى بيارتيكوليت مع الاوكسيبيتال كوندايل فوق عن طريق جوينت اسمه الايه اطلانتو اوكسيبيتال جوينت او ارتيكوليشن، وليه برضه ترانسفيرس بروسيس صغيره وجواها ترانسفيرس فورامنت صغيره. ادي منظر الاطلس ليه انتيرو ارش وبوستيرو ارش واللاترال ماسز ليها اطلانتو ليها سوبيرو ارتيكولار فاسيت ارتكليت مع الاوكسيبيتال كوندايل، وليها برضو انفيرو ارتيكولار فاسيت بيارتكليت مع الدنس والترانسفيرز بروسيس عادي جدا. ادي يجي بقى هنا السي 2 اللي هو الاكسس، السي 2 بقى ليها بادي وخد حته كمان بتاعت البادي بتاعت السي 1 لحمت معاها هو مش مع السي 1 وسموها اودنتويد بروسيس او الدنس او الاودنتويد بيج، كلها اسماء واحده. والاكسس بقيه الاكسس برضو عباره عن بادي وعباره عن لاترال ماسز برضو وعباره عن بوستيرو نيورال ارش عادي جدا. هذا الاودنتويد بروسيس هو اللي بيارتكوليت مع الايه الانتيرو ارش في اطلس، بيبقوا عاملين المنظر ده كده علشان ده بقى يسهل حركه الايه الروتيشن. طبعا برضو لازم يبقى في نوع من الاستابيليتي، ففي هنا حاجه اسمها كروشيت ليجامنت بلاستر كده الاودنتويد بروسيس مع الاطلس ليه فيرتيكال باند وترانسفيرس باند. ترانسفيرس باند بيسموه ترانسفيرس ليجامنت، الترانسفيرس ليجامنت ده بيعدي من ورا الاودنتويد بروسيس علشان يلزقه كده على الايه على الاطلس، يروح معدي من وراه كده. والفيرتيكال باند بيروح ماشي فيرتيكال من وراه برضه بوستيريولي علشان يوصل لحد الكلايفس فوق. يبقى ادي هيبقى منظر السيرفايكال فيرتبري، ادي الانتيرو ارش في اطلس اللاترال ماسز وادي هنا السي 2 وادي هنا الاودنتويد بروسيس مستخبي بقيته ورا الانتيرو ارش في اطلس، وبعد كده سي 3 و4 و5 و6 كلهم تيبيكال. في بقى حاجه اللي هو اللي احنا قلنا في ثلاثه جوينتس مش موجودين غير في السيرفايكل، الاطلانتو اوكسيبيتال عرفناه، الاطلانتو اكزيال وعرفناه، وفي حاجه اسمها الانكو فيرتبرال جوينت او النيورو سنترال جوينت او جوينت فلوشكا. ايه بقى الانكو وايه النيورو سنترال والكلام ده؟ في حاجه في الفيرتبرا في السيرفايكال فيرتبري اسمها الانسنت بروسيس. ايه الانسنت بروسيس ده بقى؟ ده بروسيس صغير جدا بيطلع من الفيرتبرال بادي، من اللاترال اسبيكت بتاع الفيرتبرال بادي هو الحته دي، ده اسمها ايه دي؟ الانسنت بروسيس. هذا الانسنت بروسيس بيطلع علشان يارتكيوليت مع الفيرتبرا اللي فوق، يبقى يعمل جوينت هيبقى اسمه ايه؟ انكو فيرتبرال، هيبقى اسمه انكو فيرتبرال جوينت، بيسموه ساعات نيورو سنترال جوينت او فلوشكا. هذا الارتكيوليشن مش موجود غير في السيرفايكال سباين، يبقى اسمه ايه؟ انكو فيرتبرال ارتكيوليشن. زي ما احنا عارفين ان الترانسفيرز فورامن ماشي فيها الفيرتبرال ارتري وفيرتبرال فينز وشويه ايه؟ نيرف بليكس. لما نيجي نبص بقى على الايمجنج اناتوم بتاع السيرفايكال سباين، هل في اختلاف او هيلخبطنا في حاجه؟ ابدا. احنا هناخد اللاند مارك بتاعنا هي السي 2، هناخد اللاند مارك بتاعنا هي الايه السي 2 لان ليها علامه مميزه اللي هي الايه اودنتويد بروسيس. فانا لو عايز اعد مثلا هي دي رقم كام فيرتبرا، هروح بادي ادي السي 2 3 4 5 6 7. امال فين السي 1؟ السي 1 بتبان ادي الانتيريور ارش مقطوع اند اون قدام الاودنتويد بروسيس على طول، يبقى ده الاودنتويد بروسيس او الاودنتويد بيج، دي الانتيريور ارش في اطلس وادي البوستيريور ارش اوف ذا ايه اطلس اللي اخره بالبوستيريور اللي هو السباينس بروسيس بتاعه اللي هو الايه التيوبريكل او السباينس بروسيس بتاع السي 1. ما بين الانتيريور ارش في اطلس والاودنتويد بروسيس حاجه اسمها اطلانتو اكزيال
جوينت السبيس بتاعها بيبقى صغير جدا اقل من 2 مللي، ده في الطبيعي ان هو يبقى اقل من 2 مللي ماشي، اطلانتو دنتال او اطلانتو اكزيال جوينت. طيب ال هنا بقى زي ما انتم شايفين ادي بقيه السيرفايكال سيرفايكال فيرتيبري عادي جدا، دي ادي البادي والبيديكلز وادي هنا السوبيريو ارتكولار فاسيت وانفيرو ارتكولار فاسيت، وما بينهم هنا يعمل فاسيت بروسس يعني وبروسس، ويعمل هنا فاسيت جوينت وهنا فاسيت جوينت، وادي السباينس بروسس عادي جدا زيها زي ايه زي اي فيرتيبري، وما بين الفيرتيبري وبعضها هيبقى الايه السيرفايكال ديسكس بتاعتنا عادي جدا. ادي هنا الاوكسبت اللي بيتارتكليت بقى مع ال اللاترال ماسس بتاعت الايه بتاعت الاطلس. امال ايه دي؟ تمام ايوه. طيب ايه الاير كولوم ده بقى؟ تراكيا، تراكيا صح. طيب امال ايه السوفت تيشو اللي وراها ده؟ الفارنكس والايه والاسوفيجس من تحت. طيب الاي بي فيو مفيش فيه اي فن، بس طبعا بيبقى مستخبي السي 1 والدنس مستخبيين بالمانديبل، فبيبانوش حلو بالانتروبوستيريور فيو، لكن بقيه الفيرتبرا هتبان كويس جدا. ولو تشوفوا ادي الانسنت بروسس، ادي الانسنت بروسس هيبقى الجوينت ده اسمه الايه؟ انكوفرتبرال جوينت. هنا بقى ده اللي ساعات يحصل فيه هايبرتروفي ويحصل فيه اوستو ارثرايتس، وتلاقي الحته دي حصل فيها سكليروزز كده، ده اللي بنسموه انكوفرتبرال ارثروبثي او اوستو ارثريتك تشينجز اوف ذا انكوفرتبرال جوينت. طبعا السباينس بروسس بتبقى مقطوعه ايه؟ اند اون كده زيها زي بقيه اي حته في السباين، ده الايه؟ السباينس بروسس. الترانسفيرز بروسس بتاع سي 7 بيبقى كبير احيان كتير ويحصل فيه شويه الونجيشن. احيان كتير يحصل فاريانت ان يحصل كمان اكسسوري ريب هنا ارتكيليت مع الترانسفيرز بروسس بتاع السيرفايكال 7 فيرتبري، يسموها الايه؟ الاكسسوري ريب، يسموه الايه؟ الاكسسوري ريب. ادي السيرفايكال سباين. ساعات الاير كولوم بتاع التراكيه واللارنكس يبان حلو جدا، وتبص تلاقي فيه كونستريكشن صغير هنا كده، ده الليفل بتاع الفوكال كورد، وادي التراكيه تيجي من تحتيه. الاير كولوم بتاع التراكيه بيخلي ساعات السباينس بروسس تبان حلوه جدا كويندو وراه. البيديكل بتبقى مقطوع اند اون عامله زي العينين على الجنبين، وده في كل الفيرتبري. ادي زي ما انتم شايفين ادي السباينس بروسس. عايز اقول لكم برضو على نقطه يمكن هنا مش باينه بس هتبان هوريها لكم بعد كده. كومن جدا يمكن هو المور كومن ان السباينس بروسس بتاعت سي 3 لحد سي 6 يبقوا بيفد، يبقى ليهم شكل كده ايه البيفد فيرتبري زي ما هو هيوريها لكم في الصوره هنا كده زي المنظر ده كده. دي بيفد فيرتبري ده نورمال، ده بالعكس ده هو مور كومن ان هو تبقى انها تبقى سنجل سباينس بروسس يعني. ادي الديسك ادي الديسك سبيسز، وادي ال ادي الديسك سبيسز، وادي البري فيرتبرال سوفت تيشو بيبقى ليه مقاسات مش هدخلكم فيها دلوقتي، اللي قدامه على طول الاير كولم، اللي قدامه الاير كولم بتاع الايه؟ اللارنكس ثم التراكي. في بعض اللاينز بتبقى مهمه شويه في الفيرتبرال السيرفايكال فيرتبري اسيسمنت يعني عامه، اللي هي شبيهه شويه بالليجمنتس، اماكن الليجمنتس يعني الخط اللي ماشي على الانتيريور سيرفيس بتاع الفيرتبرال بادي اسمه انتيريور فيرتبرال لاين، ده بيبقى تقريبا اللاين اللي ماشي فيه الايه؟ انتيريور لونجيتيودنال ليجمنت. في هنا الخط اللي ماشي على البوستيريور اسبيكت بتاع الفيرتبرال بادي اسمه ايه؟ posterior vertebral line. بعد كده في لاين ماشي على البيز اوف ذا سباينس بروسس ومع اللامينا بيسموه سباينو لامينر لاين. ادي السباينس بروسس وادي اللامينا، الخط اللي ما بينهم بيسموه سباينو لامينر لاين، والخط اللي ورا خالص اللي ماشي عند التيب بتاع السباينس بروسس وبعديها اسمه posterior spinous line. هذه الخطوط مهمه عشان انت بس لما تيجي تبص على البلين اكس راي بتاع السيرفايكال سباين تتخيل هذه الخطوط حتى من غير ما ترسمها علشان تبقى مطمن ان السيرفايكال فيرتبري والالايند مع بعضيهم، يعني ما فيش واحده فيهم طالعه لقدام ولا واحده فيهم راجعه لورا، ولا حصل ممكن الفيرتبرا دي كلها على بعضها تتحرك لقدام مثلا، ده اللي بنسميه سبونديلولايثيسز مثلا، فتبقى هيحصل ديستراكشن للايه؟ هيحصل ديستراكشن هو ايه؟ فصل؟
بيحصل ديستراكشن للانتيريور فيرتبرال لاين وللبوستيريور فيرتبرال لاين. خدنا ريستا وخلاص ما صدقت هو هنخلص بعد ثلاثة عن شفت ثلاثة طيب يبقى احنا قلنا في حاجة اسمها انتيرو فيرتبرال لاين posterior vertebral line وspinal laminar line وposterior spinous line ودي lines يعني virtual كده نحطها عشان دي اللي بتساعدنا ان احنا نبقى متاكدين ان الفيرتبري كلها aligned على بعضها بالذات في حالات التروما. وهنا بقى في القصه بتاعه طب سي 1 وسي 2 دولت عايزين نشوفهم كويس. احنا دلوقتي مش عارفين نشوفهم كويس لان هم بيبقى اوفر في الانترو بوستيريو فيو بيبقى اوفرلابد بالايه؟ بالماندبل. طيب فاخترعوا الفيو اللي هو المشهور بالنسبه لكم جدا في البوزيشننج اللي اسمه الايه؟ الاوبن ماوث فيو. الاوبن ماوث فيو ده زي ما انتم شايفين كده هيبين حلو جدا اللاترال ماسز والاوف سي 1 وهيبان الاودونتويد بروسس والاتلانتو اكزيال ارتكيوليشنز حلوه جدا وكمان الاتلانتو اوكسيبيتال من فوق. يعني هنا ادي الاوكسيبيت والاتلانتو اوكسيبيتال جوينتس ادي اللاترال ماسز اوف سي 1 وادي اللاترال ماسز اوف سي 2 ادي الاتلانتو اكزيال ارتكيوليشنز والاتلانتو اوكسيبيتال ارتكيوليشن من فوق. زي ما انتم شايفين السنترال البيج الاودونتويد بيج او الدنس بيبقى سنترال في النص والمسافه ما بينه وما بين اللاترال ماسز بتبقى تقريبا سيمتريكال قد بعض ما هواش مايل يمين ولا مايل شمال علشان لو حصل ان في قطع في الترانسفيرز ليجمنت اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه يبتدي ايه يتحذف يمين او شمال وده بيبقى مهم جدا في حالات التروما. برده زي ما انتم شايفين ان اللاترال ماسز بتاعت السي 1 ماشيه مع اللاترال ماسز اوف سي 2 مش متزحزحه
ولا طالعه لبره، علشان في فراكشر مشهور لما بيحصل في السي 1 بيبتدي كانها بيرست فراكشر، تبتدي اللاترال ماسز دي تطلع لبره هنا وهنا وتوسع المسافه طبعا اللي ما بينها وما بين الايه الاودونتويد بروسس. ادي الايه ده كده اسمه الايه اوبن ماوث فيو، يجيب لك الاناتومي بتاعه بقى. ده الايه ده الاودونتويد بروسس، ودي لاترال ماس اوف سي 1، وده الاتلانتو ايه اكزيال ارتكيليشن، ده لاترال هنا لاترال ماس اوف سي 2، ادي البادي اوف سي 2، وادي الترانسفيرز بروسس اوف سي 2، واللي اللي مستخبي فوق سنه ده الايه الايه الاوكسيبيتال كوندايل. طب ده ايه ده؟ ماستويد، لا ماستويد بروسس. تمام، هنوع في المشكله الثانيه برضو ان سي 7 فيرتبري اخر واحده تحت، لما بنيجي نعمل لاترال سباين احيان كتيره ما نشوفهاش برضو، ما نعرفش نشوفها كويس. يعني مثلا احنا لو رجعنا هنا ادي 2 3 4 5 6 7 هنا باينه حلوه جدا، ده باين هنا دي 1 كمان، لكن ساعات في ناس كتير بيبقى عندهم الشولدرز فوق شويه، يعني رقبتهم قصيره شويه وعريضه شويه، فالشولدرز طالعين لفوق شويه. لو خدنا لاترال فيو نلاقي ان سي 7 دي مش عارفين نشوفها خالص. طب افرض فيها فراكشر، افرض الديسك ده هو اللي فيه حاجه، ما تقدرش تقول ان السيرفايكال سباين يعني الفحص سليم الا لو انت قدرت تشوف سي 6 7 ديسك هو اول السي 7 فيرتبرا على الاقل. لازم لو كده هيبقى ده تكنيكالي ان اديكوت، لو انت وصورت لحد سي 6 وما شفتش السي 7 يبقى الفحص ده تكنيكالي ان اديكوت. فبيعملوا ايه علشان يتغلبوا على هذه القصه؟ بيعملوا حاجه فيو تاني برضو هتاخدوه في البوزيشن اسمه ايه؟ اسمه سويمرز فيو. سويمرز فيو اللي هو يتصور وهو يا اما نايم كده يا اما نايم برون، المهم في الاخر ان هو رافع ايده لفوق علشان نقدر نشوف بيها ادي السي 7 وادي الدي 1، يعني نبعد الهيومرس ونبعد الشولدر عشان نقدر نشوف بيها السي 7 كويس. فبرضو دي يعني حلول علشان برضو نقدر نصور الاكس راي يبقى الاكس راي مظبوط. ادي السويمرز فيو، في روتين وفي فوكس مش مشكلتنا دلوقتي خالص، لكن في الاخر احنا بنعمل السويمرز فيو ده بيرفع ايده لفوق علشان نقدر نصور ثرو الاجزيلا ونقدر نصور السي 7 والدي 1 او الدي 1 والدي 2، اول حته في الدورسال فيرتبري تبقى باينه حلو فيه. لو عملنا سي تي بقى، السي تي طبعا في بالذات في الحته بتاعت الاطلس والاكسس مهم جدا، لان احنا عارفين الحته اللي هي فيها كومبلكس اناتومي دي بيبقى السي تي فيها احسن علشان يعمل ديلينيشن الاناتومي كويس جدا. لكن ادي لو خدنا هنا الفيو بتاع الاطلس والاكسس هتلاقي ادي السنترال هنا ده الايه ده الاودونتويد بروسيس، ده هنا كده ده هيبقى الـ هنا مش باين لكن قدام كده هيجي الانتيرو ارش اوف ايه اوف اطلس، وادي اللاترال ماسز اوف الاطلس اللي فيها سوبيريو ارتكولار بروسيس اللي ارتكوليتنج مع الاوكسيبيتال كوندايل، ومن تحت الانفيرو ارتكولار بروسيس ارتكوليتنج مع الايه الاكس. هنا ده البوستيرو ارش طبعا والسباينس بروسيس بتاعه. بقيه السيرفايكال فيرتبري هوري لكم دلوقتي السي تي بتاعها. ده التيبيكال بقى ده الايه؟ دي الكلاسيك سيرفايكال فيرتبري اللي هو بعد ما نخلص الليفل بتاع السي 1 والسي 2 هنلاقي فيرتبرال بادي صح؟ وادي هنا ده ايه ده؟ ترانسفيرز بروسس، ودي ايه دي بقى؟ ترانسفيرز فورامن، وايه الصغيره دي؟ دي البيديكل، دي البيديكل صح؟ وهنا هيطلع هنا سوبيريو وانفيرو ارتيكولار بروسيسز، وده هنا ده هيبقى ايه دي؟ اللامنا، وادي هنا السباينس بروسس بتاعتها زي ما انتم شايفين ايه بيفت شويه، ده العادي زي ما قلت لكم ده نورمال. لو جينا بقى خدنا كات اكزيال عند الليفل بتاع الديسك هنلاقي ادي الديسك اهو بيبقى عامل احيانا كتير كاب شيبد كده شبه الكوبايه كده شويه، لان السيرفايكال فيرتبري بتبقى السيرفايكال ديسكس فيها رفيعه، ولو احنا خدنا ثيكنس كبير بتيجي حته من الفيرتبري مع حته من الديسك لو الانجل مش مظبوط فتلاقي المنظر عامل الايه كاب شيبد. ادي الكاب ده الديسك ده، وادي هنا الفيرتبرال بادي، ادي هنا دي الايه الارتيكولار فاسيتس، وادي اللامينا، وادي السباينس بروسيس عادي. دي ايه دي بقى؟ البيديكل. طب اربعه دي اللي هي ايه؟ بتاعت ايه؟ بتاعت سي 2، بتاعت سي 2. طبعا في السي تي نقدر نعمل مالتي بلانر ريفورمات بالذات مهم جدا في حالات الاطلس والاكسس علشان نشوفها حلو، زي ما انتم شايفين هنا كده ده كورونال ريفورماتد ايمجز، اثنين دي اللي هي ايه؟ اودونتويد بروسيس، وثلاثه ده اللي هو الايه؟
اتلانتو اكزيال ارتكيليشن وخمسه ده اللي هو الايه؟ البادي بادي اوف سي 2. طب وواحد ده اللي هو الايه؟ لا سي 1 ده الايه ده اللاترال ميز ده، لكن واحد ده اللي هو الايه؟ ايوه ده الاوكسيبيتال كوندايلز، دي الاوكسيبيتال كوندايلز اللي هي بتارتكيوليت مع الايه؟ مع الارش في اطلس، مع اللاترال ميز في اطلس، اللي هو سوبير ارتكيولار بروسيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا اطلس. ادي هنا كده هيبقى ده السي 1 يبقى ده الاوكسيبيتال كوندايل، وادي السي 2 نكمل سي 3 و 4 وهكذا. ايه ايه اثنين اللي معلم عليه دي؟ الانسنت بروسيس بتاع سي 4 الليفت انسنت بروسيس اوف سي 4 فيرتبرال بادي. طيب بالام ار اي هيبان ازاي السيرفيكال فيرتبري سيرفيكال سباين؟ عادي جدا زيه زي هنا، بس احنا الفيو ده ايه؟ ساجيتال ولا اكزيال ولا كورونال؟ ساجيتال تي 1 ولا تي 2؟ تي 2. يبقى ده ساجيتال تي 2. الفيرتبري هنا المفروض الابيض اللي جوه ده النيوكلاس بالبوزس، والبريفري ده اللي هو الايه؟ الانيولاس فايبروز. فمع بدايه الديجنريشن تبتدي النيوكلاس بالبوزس تفقد الميه بتاعتها ويتحول الديسك كله للون الايه؟ للون الاسود. لو تبصوا بقى هنا هتلاقوا ده ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه الكلايبس، صح؟ اسمه الايه؟ اسمه الكلايبس. الكلايبس بيبقى نازل منه ممبرين كده مكمل مع البوستيريو لونجوتيدنال ليجمنت. هذا الممبرين اسمه الايه؟ تكتوريال ممبرين. هذا الممبرين اسمه التكتوريال ممبرين. ده برضو علشان يكونكت الكلايبس بالسيرفيكال سباين والسيرفيكال فيرتبري. وفي ليجمنت صغير خالص بيبقى طالع من الايبكس اوف ذا اودونتويد بروسيس ويروح رايح يمسك فيه الكلايبس. ليجمنت صغير هنا من الايبكس بتاع الاودونتويد اسمه ايبيكال، اسمه ايه؟ ايبيكال ليجمنت. اسمه الايبيكال ليجمنت. وما بين الايبيكال ليجمنت والتكتوريال ميمبرين ده بيبقى فيه الكروشيت ليجمنت اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بيبقى ترانسفيرز ليجمنت من ورا الاودونتويد على طول، وليه فيرتيكال باند لازق على التكتوريال ميمبرين ما نقدرش نفرقهم عن بعض. تمام؟ طيب ايه الفرتبرا بروميننس دي؟ The spinous process of C7 vertebra. تمام؟ طيب ايه ده بقى؟ سيربيلوم وسيربيلوم. طب ايه ده؟ البونز. وده امال ايه الاسود ده؟ بازيلر ارتر. ماشي فين؟ في البري بونتاين، في البري بونتاين سيستم. وده ايه ده؟ الكلايبس. امال ايه دي؟ ده البازيلر ولا الايه؟ لا ده لا لا احنا لسه فوق، احنا لسه قدام البونز على طول. يبقى البازيلر. لا لا اخر البونز خالص عند الميد برين فوق، احنا قدام البونز ده لسه، احنا كمان في اللور بونز هنا. ماشي؟ وبعدين احنا لسه ميد لاين اهو. ده كده ده البازيلر ارتري. ده ايه ده؟ الكلايبس. وايه دي؟ سفينوسايد. امال ايه السوفت تيشو ده؟ ده النيزوفارينكس. ده النيزوفارينكس وده النيزوفارينجيال ايه؟ اير كولم، صح؟ يكمل بقى ده ادي الاوروفارينكس ويكمل وهكذا. طيب دي السباينس بروسيس زي ما احنا شايفين. ايه الليجمنت اللي ماشي هنا بقى بالطول بالبوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت؟ وايه اللي ماشي قدام ده؟ انتيريور لونجيتيودنال ليجمنت. وايه اللي ماشي ما بين السباينس بروسيس وبعضها؟ انتر سباينس. واللي ماشي من ورا هنا خالص ده اسمه ايه؟ سوبرا سباينس. اللي هو هنا اسمه ايه؟ ليجامنتوم نيوكي. بالظبط اسمه ليجامنتوم نيوكي. شايفينه؟ هو ده الليجامنتوم نيوكي. شايفينه؟ يوصل لا يمسك في الاوكس بتورا في الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس من ورا. وليجمنت تخين جدا وساعات يحصل فيه اوسيفيكيشن مش بس كالسيفيكيشن. وانا قلت لكم المره اللي فاتت فرق ما بين كلمه كالسيفيكيشن اوسيفيكيشن. فساعات تتكون فيه زي عضمايه سموها حتى نيوكال بون، سموها نيوكال بون اوسيفيكيشن اوف ذا ليجامنتوم نيوكي. طيب ده نفس الكلام ده ساجيتال تي 2 صح؟ ام ار اي الاناتومي بتاعه يعني زي ما اتكلمنا عنه بالتفصيل ما فيهوش كلام خالص. بس عايز اقول لكم على نقطه. ايه ده؟ ايه الخط ده؟ ايوه ده الريديومنتري ديسك اللي كان ما بين سي 1 و 2. بس لما اتفصل البادي بتاع السي 1 وتحول لاودنتويد بروسيس ولحمت مع السي 2 فيرتبرا بقى في ما بينهم ريديومنتري ديسك صغير جدا كده ما ايه؟ ما بيبانش. ماشي؟ فده ما هواش فراكشر ولا هو اي حاجه.
ادي الاكزيال ام ار اي بتاع السباين برضو بناخد كطات عند ده اكزيال جريدينت وده اكزيال تي 2. احنا لما بنيجي في الروتين لو احنا بنتكلم على ديسكات عادي بنصور بناخد ايه؟ بناخد على الديسكات بس ومقابلكين كل ديسك زي الانجل بتاعته، يعني نصور ده كده بعدين نصور ده كده بعدين نصور ده كده وهكذا، وناخد عند الايه؟ عند الليفل بتاع الديسك. لكن لو احنا بقى عايزين ناخد يعني ستوك على بعضيها كده بناخده مثلا لو احنا شاكين في ايه؟ في سيرفايكال تيومرز في غيره في ام اس او كده مش ديسكات، بناخد الايه؟ بناخد بروتوكول تاني خالص وهو ان احنا ناخده ستوك على بعضها السيرفايكال سباين كله على بعضه. في الليفل بتاع او في السيكونس بتاعت الجريدينت، الجريدينت ده ليه ميزه الى حد ما ان هو بيفرق الاوستيوفايتس عن الديسك بروتروجنز وكده. ازاي؟ الجريدينت ده اي كالسيوم فيه بيبان اسود جدا، فالاوستيوفايتس دي عباره عن عظم، هتبان فيه ايه؟ الاوستيوفايتس هتبان سودا قوي. الديسك بالنسبه لها بتبقى شويه جريش، يعني الديسك بالنسبه لها بيبقى مبيض عن الاوستيوفايتس. لو احنا جينا عند الليفل ده مثلا هنلاقي هنا ادي الديسك في النص وهنلاقي فيه هنا روس الصغير كده، تتخيلوا ده ايه بقى؟ يعني احنا لو قطعنا عند السيرفايكال فيرتبري بالعرض كده هيبقى ايه الموست لاترال؟ الانسنت بروسس، الانسنت بروسس بتاع الفيرتبرا اللي تحتيها ارتكيليتنج مع الايه؟ مع الفيرتبرا البادي بتاعها اللي هو عن طريق الانكو فيرتبرا الايه؟ انكو فيرتبرا جوينت او سنترال جوينت اوف لوشكا. ادي نفس السيرفايكال سباين. ايه دي بقى؟ ايه الابيض ده كله؟ دي اسمها ايه؟ السيكال ساك او السباينال كانال. ادي جواها السيرفايكال سباينال كورد. ايه الليجامنت اللي نايم هنا؟ نايم على اللامينا من جوه. ليجامنتا فليف، تمام، ليجامنتا فلافا او ليجامنتم فليفم. وادي السباينس بروسس. ادي هنا زي ما قلت لكم ده الانسنت بروسس، الانسنت بروسس والانكوفرتبرال ارتكيوليشن. وادي هنا الفاسيت جوينت. زي ما قلنا الفاسيت جوينت بيتكون من ايه؟ من السوبيريو ارتكيولار بروسس بتاع الفرتبرا والانفيريو ارتكيولار بروسس بتاع الفرتبرا اللي فيها. الدورسال فرتبري ما فيهاش اختلاف عن السيرفايكال غير الحاجتين، ما فيهاش الترانسفيرس فورامين وفيها تو ارتكيليشنز زياده اللي هم الكوستو فيرتبرال جوينت والكوستو ترانسفيرس جوينت اللي هو ارتكيليشن ما بين الريب البوستيرو ريب مع الفيرتبرال بادي ومع ترانسفيرس بروسس. لما بنيجي نصورها بلين اكس راي بيبقى الدورسال سباين شبه الشيست اكس راي بس السنتر بتاعها عند دي 6 وبيبقى هارد، عوامل هارد شويه عشان نقدر نشوف الايه؟ الدورسال سباين من خلال. لما بنيجي نصور الدورسال سباين لازم تاخدوا بالكم من موضوع البيديكلز، مهم جدا، وفي كل السباين يعني بس الدورسال مهم جدا ان انت تطمن ان كل البيديكلز موجوده دبل على الناحيتين، ان البيديكلز موجوده في كل الليفلز على الناحيتين، البيديكلز مقطوعه اند اون عامله زي الايه؟ زي العينتين كده. عشان كده علشان الدورسال سباين من الاماكن الشهيره اللي بيحصل فيها ميتاستاسيز، والميتاستاسيز بيحب جدا الحته بتاعت النيورال اليمنتس بالذات البيديكلز، فتلاقي ان البيديكلز دي لو ديستراكتد هتلاقي ان العين دي اتقفلت، حتى يسموها الايه؟ يسموها وينكينج ساين، كان واحد بيغمز بعينيه، بقت في عين سليمه وعين الثانيه ايه؟ عين الثانيه هي اللي ايه؟ تبقى ديستراكتد. طبعا الفيرتبري بتبقى ارتكيوليتنج مع الريبس، واحنا عارفين في 12 ريبس اللي في الاخر بيسموهم في ترو ريبس وفلوت وفولس ريبس وفلوتنج ريبس، مش قضيتنا دلوقتي. اللمبر فيرتبري دي كلاسيك فيرتبري، اكبر واحده فيهم واتخن واحده فيهم، تتميز بان لا فيها ترانسفيرز فورامين ولا فيها كوستو فيرتبرال ولا كوستو ترانسفيرز ارتكيوليشنز، هي ما هي الا فيرتبرال بادي بيديكل لامينا سباينس بروسس ترانسفيرز بروسس سوبيريو انفيريو ارتكيولار بروسس عاديه جدا. السيكرم زي ما احنا عارفين قلت لكم ان هم بياخدوا شكل مميز بقى ويعملوا الخمسه سيكرال فيرتبري ديفيوزد مع بعض ويعملوا حاجه اسمها عظمه كبيره يسموها على بعضها الايه؟ السيكرم. السيكرم برضو ليها انتيريور سيكرال فورامينا وبوستيريو سيكرال فورامينا، بيطلع منها برضو النيرف روتس، بس الجزء اللي فوق منها بيسموها السيكرال برومونتري اللي هو اكبر واحد في اكبر فيرتبرا اللي هي اس 1 فيرتبرال بادي، التخين اللي فيهم فوق ده اسمه السيكرال برومونتري. والجزء اللاترال ماسز بتاعه كل الفيرتبري مع بعضها بيلحموا مع بعض ويعملوا حاجه اسمها السيكرال ايلا على الجنبين. ادي السيكرال ايلا، السيكرال ايلا ارتكيليتنج مع الالياك بونز في الجوينت اللي مش موجود غير في السيكرم اللي هو الايه؟ سيكرو الياك ارتكيليشنز. طبعا في النص في البوستيريو الدورسال سيرفيس بتاعه حاجه اسمها ميديان سيكرال كريست والدورسال فورامينا.
و anteriorly برضو في sacral lines وال sacral وال ventral sacral foramina يعني كلهم بيطلع منهم النيرف روتس. اهم حاجه كمان ان الادي الكوكسكس اللي هو اصلا عباره عن 3 4 فيوزد مع بعض بيعملوا حته بيس صغيره خالص ده اللي هو ما بين يعني او يعني articulating او فيوزد مع اللور اسبيكت بتاع السيكرم ويطلع وده اللي بيطلع منها نيرف واحد بس اللي هو الكوكسجيال كوكسجيال نيرفي. يبقى الكوكسكس دي في الاخر كلهم على بعضهم حته واحده تعتبر سيجمنت واحده من الكورد. ادي السيكرال ايلا ادي الفنترال فورامنا ومن ورا في الدورسال فورامنا وادي السيكرال ايليا ارتكليتنج مع الايه؟ مع الالياك بونز السيكرو الياك جوينتس. ادي البلين اكس راي بتاع اللامب سيكرال فيرتبري ما فيهاش اي فن. ايه اللي مقطوع اند اون في الاي بي ده؟ ادي بيديكل هنا وبيديكل هنا. تراجع كل البيديكلز وتمشي مع واحده واحده وتطمن ان هم الاثنين موجودين في كل الليفل ماشي علشان لو اي ليجن ما يفوتكش فيها. وادي السيكرال ايلا ارتكليتنج مع الاليا في السيكرو الياك جوينتس. هتلاقي فيه سوفت تيشو شادو مثلث على الجنبين ماشي على جانبي اللمبر سباين دولت اللي هم بتوع الايه؟ السوس شادوز. السوس شادوز اللي هي بتبقى طالعه من اللمبر فيرتبري وتمسك في الليسر تركانتر بتاعه الفيمر. في اللاترال بلين اكس راي لللمبر سباين ادي هنا هيبقى عندنا ده الايه؟ الفيرتبرال بادي اللي قدام على طول ده الايه؟ البيديكلز صح. وبعد كده هيبقى عندنا السوبيريور ارتيكولار بروسيس وانفيريور ارتيكولار بروسيس. بعد كده اللامينا والسباينس بروسيس. هنا يمكن محروقه الصوره شويه مش باين. ادي البيديكلز وادي السوبيريور ارتيكولار بروسيس وادي الانفيريور ارتيكولار بروسيس. الحته اللي ما بين السوبيريور والانفيريور ارتيكولار بروسيس دي اسمها الايه؟ البارس انتر ارتيكولارس. هي الحته دي اللي هي ما بين السوبيريور والانفيريور ارتيكولار بروسيس اسمها بارس انتر ارتيكولارس. تمام. سبيرو ارتيكولار بروسيس بتاع الفيرتبرا ال 4 مع الانفيرو ارتيكولار بروسيس بتاع الفيرتبرا ال 3 يعملوا الفاسيت فاسيت جوينت. احنا عايزين نطمن كويس على البارس او عايزين نشوف الفاسيت جوينت كويس بنعمل حاجه اسمها اوبليك فيو او بيسموه سكوتي دوج فيو. قعدت ادور ايه السكوتي دوج ده لحد ما لقيت الصوره دي بتاعته لقيتها معبره جدا عن منظر فعلا الاوبليك فيو بتاعه. ادي السكوتي دوج فيو لان بيبقى المنظر لو خدتوا لو سيبكم الصوره اللي متعلمه عليها دي وشوفوا اللي فوقيها هتلاقي كلهم نفس المنظر ده. ادي الهيد وادي ودانه وادي النيك وادي الرجلين فكلهم ده السكوتي دوج فيو ده من احسن الحاجات علشان نقدر تؤسس البارس هل فعلا هو مكسور ولا لا. لو في كسره هتيجي في الحته بتاعت الايه؟ النيك النيك اوف ذا سكوتي دوج كده. ده النيك اوف ذا سكوتي دوج هو ده الايه؟ لو لقيت ليوسنس هنا هنقول فعلا ده في بارس انتر ارتكولاريس ايه؟ بريك. زي ما قلت لكم ساعات نعمل فليكشن واكستنشن فيوز علشان نشوف الاستابيليتي ودولت الست فيوز بتوع اللمبر بتوع اللمبر سباين اللي هم ايه؟ اي بي لاترال بوث اوبليكس وفليكشن واكستنشن. السي تي ايمجينج اناتومي بتاع اللمبر سباين ما فيهوش اي فن. ادي الفيرتبرال بادي ادي الديسك ادي السباينس بروسيس. هنا هيبقى اللي ماشي ورا البوستيريور لونجيتيودينال ليجمنت هنا الانتيريور لونجيتيودينال ليجمنت ماشي. ايه الليجمنت اللي هنا ده؟ انتر سباينس واللي في بيبقى على التيب خالص الايه؟ سوبرا سباينس. امال اللي ماشي بقى هنا؟ تمام. ادي الديسك ممكن نشوفه برضو بالسي تي ويطلع حلو بس طبعا مش بحلاوه ومش بقيمه الام ار اي. لكن لو احنا عايزين نطمن على الديسك نقلب احسن سوفت تيشو ويندو هنلاقي المنظر ده. ادي ده الانتر فيرتبرال ديسك في النص فيه نيوكليس بالبوزس وفي الاوتر فيها الانيولس فايبروزس واللي على الجنبين دولت المسلز دولت اللي هم ايه دول؟ الشادوز اللي بقى على اللاترال اللمبر سباين ده الايه؟ السوس السوس ماسل. وايه المسلز اللي بتبقى ورا دولت بنسميهم بارا فيرتبرال ماسلز او الاريكتور سباين او الاريكتور سبايني ماسل. طيب بصوا ادي السباينال كورد. هنا في نيرف طالع من الفورامين هنا في نيرف طالع من الفورامين. الحته دي بنسميها السنترال ثيكال ساك والحته دي بنسميها النيورال فورامين. اللي ما بينهم بنسميها النيورال ريسيس. الحته اللي ما بينهم دي بنسميها نيورال ريسيس. هم زي الودنين الصغيرين دولت بنسميهم النيورال ريسيس ماشي يا جماعه. يبقى في اللمبر فيرتبري لو قلت لكم ان ده عند الليفل بتاع ال 3 4 ديسك هيبقى هنا الاكزيتنج نيرف ده بتاع ايه؟ ال 3. واللي هيبقى ماشي نيرف صغير هنا ابتدى يركن على جنب سنه ده اللي هو اسمه الايه؟ ال 3 ال 4 نيرف رو.
ادي الام ار اي اناتومي بتاع اللمبر، ادي ساجيتال تي 1 وادي ساجيتال تي 2 وادي الاكزيال تي 2. احنا هنا في ليفل مثلا سي ال 3 مثلا، دي ايه دي؟ دي سيكل ساك صح؟ ايه النيرفات اللي ده الكودا ايكواينا نيرف روتس، في نيرف طلع خلاص ماشي. ده مثلا لو احنا عند ال 2 3 هيبقى ده اني نيرف؟ ال 2 خلاص. وفي واحد ابتدى يركن على جنب عشان يطلع في النيورال ريسيس وبعدين يخرج على النيورال فورم اللي بعديها ماشي، يبقى ده بتاع ايه؟ ال 3. النيورال ريسيس ما بين السيكل ساك السنترال ساك وما بين النيورال فورمين، الحته اللي في النص ما بينهم دي اسمها النيورال ريسيس. هي بتبقى قصاد الفاسيت جوينتس ميديا للفاسيت جوينت في الليفل بتاع الديسك يعني. ايه الماسل دي؟ طيب وايه الماسل دي؟ الاريكترو سباين. طب ايه الماسل دي؟ كوادريتس لامبورا. كوادريتس لامبورا مظبوط. امال ايه ده؟ بعد ما اتقسم هنا خلاص صح؟ بقى الليفت ايه؟ كومن ايك. طيب هنا دي اسمها الايه؟ الحته دي اخر الكورد كونس مدلس، والنيرف روتس اللي نازله دي كودا ايكواينا، وزي ما انتم شايفين كده بترافيرز وتطلع كل واحده يطلع من الكورسبوندنج نيرف بتاعه. ايه ده بقى؟ ايه الليجامنت ده؟ الليجامنت ليجامنت فلاب تمام. ده الفاسد صح؟ ده الفاسد جوينت بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من السوبيريور والانفيريور ارتكلر. اني واحد السوبيريور واني الانفيريور؟ يعني ده السوبيريور ولا ده الانفيريور؟ سي مثلا ان احنا عند ال 3 4 برضه، ده ايه وده ايه؟ ده اللي ايه؟ بالظبط. ادي السوبيريور وادي الانفيريور، يعني ده السوبيريور بتاع لو قلنا دي ال 3 4 ليفل، يبقى ده السوبيريور بتاع ايه؟ الاربعه. يبقى السوبيريور ارتكلر بروسيس بيفيس ايه؟ بوستيرو ميديالي، والانفيرو ارتكلر بروسيس بيفيس ايه؟ انترو لاترالي، علشان يعملوا الفاسيت جوينت اللي بيبقى عامل ايه؟ شويه اوبليك او شويه فيرتيكال كده. وفي يعني في الدورسال سباين تلاقي الفاسيت جوينتس هوريزونتال. في الدورسال سباين تلاقي الفاسيت جوينتس عامل ازاي؟ تلاقيه ماشي كده، يعني السوبيريور فيسنج بوستيريورلي دايركت بوستيريورلي، والانفيريور فيسنج دايركت ايه؟ انتيريور، فعاملين قصاد بعض كده. لكن في الـ في الـ في اللامبر سباين تلاقيهم شويه ايه؟ بوستيرو ميديال وانترو لاترال، فعاملين ايه؟ عاملين شويه اوبليكتي في الايه؟ في الفاسيت جوينت. ودي عشان كده لما بيحصل ديجنريشن في الفاسيت ارثروباثي دي بيبتدي يحصل لاكسيتي في الكبسول ولاكسيتي في الليجمنتس، بيبتدي يحصل حاجه اسمها ديجنريتيف سبونديلولايثيسز، ان الفيرتيبل تبتدي تتحرك وتتزحزح عن بعضيها شويه، علشان الاوبليك فيو بتاع الفاسيت ده بيسهل شويه حركه السلايدنج موفمنت بتاع الفيرتيبري بعضي. طيب ادي النيورال فورامين وادي السيكل ساك، يبقى دي هنا الحته اللي في النص دي اسمها الايه؟ النيورال ريسيس. ده ال ده ساجيتال تي 1. ساجيتال ايه؟ تي 1. في التي 1 هتفيدنا يفيدنا عن التي 2. طبعا التي 2 شكله احلى واظرف كتير، وشايفين الكورد حلو والسي اس اف بيض حواليه، فشايفين النيرف روتس ترافيرزنج وشكله جميل واناتوميكالي يعني بيخلص الموضوع. بس التي 1 مهم جدا في كذا حاجه، اهم او من اهم الحاجات بتاعت التي 1 المارو سيجمنت بتاعت الفيرتبرال بادز، مهم جدا انك تؤسس في ايه؟ في الساجيتال تي 1. من ضمن الحاجات المهمه جدا برضو انك تشوف الابيديورال فات. ايه الابيديورال فات بقى؟ في حاجه اسمها فنترال ابيديورال فات وفي حاجه اسمها دورسال ابيديورال فات. في الفات هيبان في التي 1 ايه؟ ابيض. ادي الدورسال ابيديورال فات هنا هنا هنا، هتقدر تفرقه جدا عن السي اس اف اللي هو اسود في التي 1. برضه الفنترال ابيديورال فات بيبقى صغير جدا جدا، مش قادرين نشوفه غير في اللي اخر ليفل خالص عند ال 5 اس 1، يبتدي نشوف هنا كده ايه ده؟ ده الفنترال ابيديورال فات، بيبقى اباندنت في الحته دي اللي هو الخط الابيض اللي قدام الثيكل ساك على طول، ده الفنترال ابيديورال فات والدورسال ابيديورال فات. برضه في الساجيتال فيوز اللاترال كاتس هنلاقي النيورال فورامين طالعه المفروض انها متحوطه بفات، برضه متحوطه بفات، فبرضه مهم ان انت تشوف الساجيتال تي 1 الفات بتاعها اوبليتريتد بالديسك ولا لا.
زي ما احنا هنا شايفين كده. ادي ده الايه هنا، دي الاوفال شيبد، اوفال شيبد نيورال فورامين. لما يبتدي الديسك ده يكبر بيبتدي يضغط هنا كده كده كده، تبتدي تتحول من اوفال شيبد لحاجه بيسموها ايه كي هول ابييرنس، تبتدي تبقى شكلها ايه كي هول ابييرنس. وبعدين الديسك يبتدي يتحرك فوق وتحت. من رحمه ربنا ان النيرف روت بيطلع منين؟ من الموست سوبيريور بورشن بتاع النيورال فورامين، يعني تحت البيديكل على طول، تحت الايه؟ تحت البيديكل اللي فوق على طول. فبالتالي الديسك اول ما يطلع يملى الحته اللي تحت ويعمل كي هول لسه ما تاثرش قوي، لكن بعد شويه يبتدي الديسك يكبر ويضغط بقى على الايه؟ على النيرف فورامين من فوق. كرينيو سيرفايكال جانكشن بقى يا جماعه من الحتت الصعبه في الاناتومي جدا، وانا عن نفسي ما بحبهاش، ويعني فيها مقاسات كتيره جدا اي بي ولاترال، ويعني يفضل طبعا ان انتوا تبقوا عارفينها وحافظينها كلها، لكن يعني انا هقول لكم الحاجات المهمه اللي فيها. ده ايه ده؟ ده الاودنتويد بروسيس بتاع السي 2. الحته اللي قدام 11 دي اللي هي هتبقى الايه؟ انتيرو ارشف اطلس، صح؟ قلت لكم طالع ليجامنت من الاودنتويد بروسيس يمسك في كلايفس اسمه الايه؟ ابيكال ليجمنت. في ممبرين ماشي من ورا اسمه الايه؟ تكتوريال ممبرين. وفي هنا كروشيت ليجمنت اللي هو ترانسفيرز ليجمنت، الباند بتاعته الترانسفيرز باند بتاعته لازقه في البوستيرو اسبكت بتاع الايه؟ بتاع الاودنتويد بروسيس. امال دي سته دي تبقى ايه؟ بوستيرو ارش اوف اطلس. و12 اللي هو السباينس بروسيس بتاع السي 2، وثلاثه الاوكسيبيتال بون اللي هنا، وادي ده ايه ده؟ ده الكلايبس. تمام، هم الحته دي كلها اسمها الايه بقى؟ الفورامين. دي فورامين ماجنا. تمام، ادي كده هنا ده الابيكال ليجمنت، ده هنا ده الايه ده؟ سبيرو باند بتاع الكروشيت ليجمنت، وادي التكتوريال ممبرين. ما بيبانوش بقى، ما نقدرش نفرق ما بينهم قوي في الايه في الام ار اي، بنقول عليهم التكتوريال ممبرين على طول. اللي بيبقى ورا ده الترانسفيرس باند بتاع الكروشيت ليجمنت. طيب نفس الكلام، يعني يعتبر الكونتينويشن من الانتيرو لونجيتيودنال ليجمنت، في ليجمنت صغير اسمه انتيرو اتلانتو اوكسيبيتال ليجمنت، يعتبر الكونتينويشن بتاع الايه؟ الانتيرو لونجيتيودنال ليجمنت. وبرده البوستيرو اتلانتو اوكسيبيتال ليجمنت اللي هو كونتينويشن بتاع الانتر سباينس ليجمنت. يبقى لما اقول لكم بقى 19 دي ايه الاول؟ ريديومنتري ديسك اللي ما بين الدنس والايه؟ والسي 2 فيرتبرال بودي. طيب 7 ده اللي هو الايه؟ كروشيت ليجمنت او ترانسفيرز ليجمنت، ترانسفيرز باند بتاعه. 5 دي الايه؟ دكتوريال ممبرين. 6 ده مشاور على الايه؟ مكان الايه؟ ايبيكال ليجمنت. تمام، 4 دي مشاور على ايه؟ انتيرو ارش اوف اطلس. و8 دي الايه؟ بوستيرور ارش اوف اطلس. ويبقى 9 ده الايه؟ بوستيرور اتلانتو اوكسيبيتال ليجمنت. امال 11 ده الايه؟ ليجمنتم نيوكي. طيب تمام، الليجمنت اللي بيبقى ماشي هنا ده ايه؟ اللي هو 13 ده ايه؟ بوستيرو لونجيتيودينال ليجمنت. في بقى مقاسات كتيره ازاي نقدر نحكم على ان السكال بيز دي طبيعيه ولا فيها فلاتنينج؟ ففيها مقاسات كتيره، بس انا مش هعقدكم بالحته دي دلوقتي، انا عايزكم بس تعرفوا اهم حاجه دلوقتي، حاجه الاسماء بتاعت الحاجات دي. البيز اوف ذا نيزل بون بيسموها الايه؟ النيزيون، بيسموها النيزيون. الانتيريور مارجن بتاع الفورامين ماجنم بيسموها البيزيون، والبوستيرور مارجن بتاع الفورامين ماجنم بيسموها الاوبيزيون، بيسموها الايه؟ الاوبيزيون اهي. ماشي، يبقى احنا الفورامين ماجنم بتبقى باوندد بالبيزيون والايه؟ والاوبيزيون، البيزيون والاوبيزيون. بياخدوا لاين ما بين البيزيون والاوبيزيون ولحد ما يوصل للبوستيرور بول بتاع الهارد بالات. الخط ده اسمه ايه؟ اسمه شامبرلين لاين، اهو الاسم مكتوب اهو، اسمه شامبرلين لاين. اللاين ده مهم جدا، بيقول لك بص المفروض ان الاودنتايد بروسس تخلص ايه؟ تحتيه، ماشي، تخلص عنده نعديها، تخلص فوقه ب 2 مللي ممكن، اكتر من 2 مللي لا. يعني ايه؟ يعني لو عدت بيسموها ايه؟ violation of the chamberlain line، يعني معناها ان الاودنتويد بروسيس دخل لجوه خالص بقى جوه السكال، ده بيسموها basilar invagination، ده مرض كده اسمه basilar invagination. عايزكم بس تسمعوا الاسامي، الحته دي ما هياش يعني ايه؟ ما هياش سهله قوي. يبقى ده اسمه ايه؟ basilar invagination.
اللي هو لو عدى الاودونتويد بروسس عدى الشامبرلين لاين فوقيه باكتر من 2 اكتر من 2 مللي. طيب نعم، عنده بقى ديفرنشال كبير جدا، حاجات من البون سوفتنينج كلها، مش وفي حاجات كونجينيتال وحاجات اكوايرد مش عليكم دلوقتي، لكن انا عايزكم بس تفهموا ان في مقاس معين للسكال بيز لازم يبقى ايه ده، تبقى في النورمال، في النورمال بتاعك. طيب في حاجه اسمها ويلشر بيزال انجل، مش مهمه يعني، مش مهمه قوي ومش مهمه كرينيو فيرتبرال، لكن انا عايزكم تعرفوا تشامبرلين لاين ده لان هو مشهور جدا، وهتعرفوه بعد كده في الحته بتاعت ان شاء الله في السكند وكده، تعرفوا الحته بتاعت البازلر انفاجينيشن والبلاتيبيزيا والحته دي. برضه في الكورونال فيو ليها مقاسات، برضه ليها مقاسات برضه ازاي نقدر نحكم هو ده كده صح ولا لا. في حاجه اسمها بيزي ماستويد او باي ماستويد لاين، وبرضه المفروض ان الاودونتويد بروسس التيب بتاعته ما تعديش اكتر من 2 مللي برضه عن الباي ماستويد لاين اللي هو واصل من التيب اوف ذا ماستويد بروسس الناحيه دي للتيب بتاع الماستويد بروسس للناحيه دي. احنا كده تقريبا خلصنا. عايز اقول لكم كلمه بس عن سباينال مننجيز. السباينال مننجيز هي بالظبط الايه، البرين مننجيز. يعني عندنا في السباين برضو في ديورا ماتر وفي اراكنويد وفي ايه وفي بايا. السبيسز بتاع السب ديورال والتقسيمه بتاعه البرين، يعني السب ديورال سبيس هنا صغير جدا، لكن السب اراكنويد سبيس هو اللي مليان السي اس اف، وهو اللي بيفصل الايه السيكال كورد عن بقيه العظم. ده اللي هو السب اراكنويد سبيس بتاع المننجيز. هو البلاد سبلاي بتاع السباين بيجي منين؟ في حاجه اسمها انتيرو سباينال ارتري، كان بيطلع منين ده؟ فيرتبرال. كان فاكرين واحد فيرتبرال، كل فيرتبرال يدي واحد وفي الاخر يعملوا واحد بس ماشي في الميد لاين، اسمه انتيرو سباينال ارتري. ده مهم جدا. وبعدين السباين مش هيكتفي بذلك، لان ده ارتري واحد كده مش هيكتفي بيه. في بوستيريو سباينال ارتريز كتير، وواخد كمان برانشز كتيره من الاورطة، دايركت من الاورطة ومن اللامبر ارتريز كمان. فكل ارتري هو معدي كده يديله ايه برانش صغير كده علشان يسبلاي السباين معاه. في برانش مهم جدا اسمه راديكلو ميدالري ارتري اوف ادم كبيتس. الارتري ده ليه اهميه كلينيكال، عشان كده بس انا بقوله لكم، يعني مش مهم عليكم قوي في الامتحان والكلام ده، ما حدش هيسالكم عليه، بس في حياتكم هتقابلوه وهتعرفوا اهميته. الارتري ده احنا زي ما قلنا السباين طول ما هو ماشي عمال كل واحد يطبطب عليه ويديله واحد. ده اكبر واحد فيهم، اكبر واحد في اللي رايحين للسباين، لدرجه ان هو مؤثر كلينيكالي. لو ده اتقفل يحصل كورد انفاركشن. هذا الارتري بيطلع منين؟ فاريبل. ممكن يطلع من الاورطه، ممكن يطلع من حتت تانية كتير، من اهمها ومن الكومن سايتس بتاعته انه يطلع من البرونكيال ارتري شخصيا. بيطلع منين؟ من البرونكيال ارتري شخصيا. ايه اهميه الكلمه دي في حياتكم؟ يعني مش هتقابلوها في حياتكم غير في حته واحده. العيان اللي عنده هيموبسز بيخشوا يعملوا له حاجه اسمها برونكيال ارتري امبولايزيشن. الناس اللي هتشتغل انجيوجرافي هتعرف الكلام ده، والكلمه دي مهمه قد ايه. البرونكيال ارتري امبولايزيشن ده بيخش سيلكتيف جوه البرونكيال ارتري ويحقن، يلاقي البلاش يروح قافل. ساعات ما ياخدش باله ان الارتري في ادم جريتس ده طالع من البرونكيال ارتري، وبالتالي لو اتقفل العيان هيخف الحمد لله من الهيموبسيس وهيطلع بباربليجيا. فدي مشكله جامده جدا وتدخلك في الشركه ميديكوليجال مصيبه، فلازم تبقى واخد بالك وانت بتحقن وانت بتعمل برونكيال انجيوجرافي من الارتري ده طالع منه ولا لا، ولو طالع منه تعدي ديستال ليه علشان ما يتحقنش بالغلط. وهو ليه شكل مميز كده انه بيطلع من الاورطه او من البرونكيال، بيعمل حاجه اسمها زي هير بين كده، يسموه الهير بين، يعني زي الايه زي البنسه كده ولا مش عارف بيسموها ايه، اللي هي المنظر اللي هو طالع ونازل ده. في اول وانت بتحقن في الدايجنوستيك في الاول شفت المنظر ده، اعرف ان ايه، خد بالك. ادي الانتيرو سباينال ارتري اللي قلنا طالع من البرتبرال وبوستيرو لاترال سباينال ارتريز، وبياخد بقى زي ما قلت لكم من اللمبر ومن حتت ثانيه كتير. كلمه عن الارتفكتات في الدورسال سباين، لان احنا بنشوف الكلام ده بيقع في ناس كتير في لسه بيقروا الدورسال سباين ام ار اي، انك تلاقي في الدورسال سباين من ورا الفرتبرا بالذات، دورسال سباين بالذات ودورسال للكورد بالذات، خطوط بيضاء كده، سوري خطوط سوداء كده عامله سيجنال فويد. ده ارتفاكت عادي اسمه بلسيشن ارتفاكت. اسمه ايه؟ بلسيشن ارتفاكت. ده فيري كومن، محدش يتلخبط ويقول ده ايه، ده فاسكولار مال فورميشن ولا حاجه.
برضو البيدياتريك سيرفايكال سباين. البيدياتريك سباين عامه من الحاجات اللي هي ريتش جدا، وزي ما كنت بقول لهم الدور اللي فات انا لقيت كتاب على النت كده في عن الايه عن البيدياتريك سباين، الفاريشنز بتاعت البيدياتريك سباين عن الادلت سباين، نفسي اقراها لسه ما قريتوش، يعني مش عارف هيكتب كتاب في ايه بالظبط في الموضوع، يعني في موضوع يستاهل كتاب حوالي 200 صفحه عن الفاريشنز بتاعت السيرفايكال سباين في البيدياتريك عن الادلت. لكن من ضمن الحاجات المهمه اللي انتوا تبقوا عارفينها ان في حاجه بيسموها سودو ويدجنج. لو بصيت على البيدياتريك سيرفايكال سباين تحس ان الفيرتبري بقت ويدجت كلها، ده نورمال في الاطفال بيسموه سودو ويدجنج. من ضمن الحاجات برضو اللي تاخد بالك منها في الاطفال ان احيانا تلاقي ان كان الفيرتبرا متزحزحه عن بعضها شويه، كان الفيرتبرا متزحزحه عن بعضها شويه، يسموها سودو سبلكسيشن. سودو سبلكسيشن ده نورمال برضو في الاطفال. الحاجه الثالثه انك تلاقي ان البري فيرتبرال سوفت تيشو ادخن بكتير قوي من الادلت، اكتر ادخن بكتير من الادلت الحد المسموح بيه في الادلت، وده برضو نورمال فاريانت في الاطفال. احيانا تلاقي ان الاطلانتو اكزيال سبيس اللي هو اللي قلنا ما يزيدش عن 2 مللي تلاقيه اوسع سنه بسيطه ممكن 3 او 4 مللي في الايه في الاطفال، برضو ده نورمال فاريانت في الاطفال. فيعني انا بقول لكم بس شويه بيت فولز اللي انتوا لو شفتوها ما تقولوش ده يعني ايه دي ابنورماليتيز بالنسبه للسباين. برضو في السي تي في السيرفايكال سباين احنا عارفين ان الفيرتبرال بادي بيتكون من كذا اوسيفيك سنتر، فده سينكوندروزز عادي جدا ما بين الفيرتبرال بادي واللاترال ماسز ما هواش فراكشر، وتبص تلاقيه بايلاترال وسيمتريكال وسموث كورتيكال ايه ايدجز، فده اكيد ما هواش فراكشر. شايفين ادي الاول بيبقى عامل كده ثلاثه اوسيفيك سنترز، ادي هنا ادي الاوسيفيك سنتر بتاع البادي وادي الاثنين اللاترال، وبعدين يعملوا كده وبعدين يلحموا خالص ويعملوا الايه الشكل بتاع الادلت، فده ما تخافوش منه ده النورمال. ساعات الايبكس اوف ذا اودونتويد بروسيس تتفصل عن بقيه السي 2 وتبقى ويل كورتيكيتد ومفصوله لوحديها خالص، وبيسموها حاجه اسمها ايه اوس اودونتويدم، اسمها ايه اوس اودونتويدم. ده برضو اناتوميكال فاريانت ما هواش فراكشر. نعرفه ازاي؟ افرض العيان ده على حظه جاي مخبوط النهارده وعايزين نتاكد هل ده فراكشرد ولا هي دي كانت عنده من الاول عنده اوس اودونتويدم من الاول. نعرفها ازاي؟ عادي القاعده بتاعت اي فراكشر فرقها عن النورمال اوسيكل ان هي very smooth well corticated مفيش الشارب ايدجز، وطبعا العيان كلينيكالي وما عندوش بري فيرتبرال هيماتوما و و. حد شايف حاجه هنا؟ سيرفايكال ريب بالظبط، بايلاترال سيرفايكال ريب ارتكيوليتنج مع الايه الترانسفيرز بروسيس بتاع السي 7 فيرتبري. والسيرفايكال ريب ده فيري كومن، بيجي في حوالي 1% من البوبيليشنز على ما اذكر، وده ممكن يبقى يونيلاترال ممكن يبقى بايلاترال ممكن يبقى بوني ممكن يبقى فايبرس. طبعا لو فايبرس مش هنقدر نشخصه بالبلين اكس راي، البوني هنا بايلاترال بوني مش شرط يبقوا سيمتريكال، واحد اكبر من الثاني هنا في الرايت اكبر من الليفت. ادي هنا نفس المنظر بس هنا الليفت هو اللي اكبر من ايه، هنا الليفت اسمه سيرفايكال يعني سيرفايكال ريب على الليفت، وهنا الونجيتد بيسموه الونجيتد ترانسفيرز بروسس لان مفيش ارتكيوليشن، هو مجرد ايه الونجيشن بس ما حصلش هنا جوينت زي ما احنا شايفين الناحيه دي. في حاجه في اللامبر سباين فاريانت مشهور جدا اسمه ايه، اسمه ساترالايزيشن ولامبرايزيشن اللي هم بنسموها ترانزيشنال فيرتبرا. يعني لو ال5 فيرتبرال بادي قلبت على السكرم شويه شبه السكرال فيرتبرا شويه يسموها ساكرالايزيشن اوف ذا ال5، لو الفيرست سكرال فيرتبرا قلبت شويه على اللمبر يسموها لمبرايزيشن اوف اس1، دي بيسموها كده ترانزيشنال سيجمنت. احيانا تبقى هيمي ترانزيشن يعني حت النص الناحيه دي قلب والنص الثاني لا، يسموها هيمي ساكرالايزد او هيمي لمبرايزد. ساعات بقى اللمبرايزيشن والساكرالايزيشن يدوخ جدا لدرجه ان احنا ما نبقاش عارفين هو ايه بالظبط، هي دي لامبرايزد ولا ساكرالايزد، وفي علامات كتيره ان احنا نقدر نوصل ازاي برضو مش هدخلكم فيها دلوقتي، بس ان احنا نقدر نعرف ازاي هي دي فعلا ساكرالايزد ال يعني ايه. يعني ساعات مثلا احنا نقول نعد من الاول الريبس خلاص، والله لو الريب ده دي ال 12 ان ده اخر ريب خلاص يبقى احنا عندنا دي ال 1 2 3، تكتشف ان لا حتى الريبس ممكن تخدع. ليه؟ لان احيانا يجي حاجه اسمها ابسنت ريب، ممكن يجي الريب 12 يبقى ابسنت، وفي حاجه اسمها اكسسوري ريب ممكن يبقى عندنا 13 ريبس، يجي في ال 1 ارتكيلين ويحصل فيها اكسسوري ريب، فالحكايه تبقى الريبس ما هياش العلامه المميزه الاكيده. في ناس تقول لك بص الترانسفيرز بروسس بتاع ال 3
بيبقى اكبر واحد. ما هياش العلامه الاكيده. الاليا كريست بيبقى عند الليفل بتاع ال 4 5 فيرتبري. ال 4 5 ديسك. الاليا كريست بيبقى عند ال 4 5 ديسك. برضو احنا لو جمعنا العلامات دي على بعضها هنبقى الى حد كبير شور، بس احيانا بعد ده كله ما نبقاش متاكدين، نضطر ان احنا نصور الايه السباين من اول السيرفايكال لحد تحت علشان نقدر نعدها ونقدر نتاكد هي اخر الريبس فين والدورسال فين وهكذا. في ليجمنت هنا برضو، ده حاجه اسمها اليو لامبر ليجمنت. الاليو لامبر ليجمنت ده كانوا بيقولوا بقى بص بقى لو لقيت الليجمنت ده يبقى شور الفيرتبرا اللي هو ماسك فيها دي ال 5، يعني ده علامه ان دي ال 5، فعد من عد منها. لا الاليو لامبر ليجمنت ده ما بيتشافش في اغلب الحالات يعني. ده فاريانت هتشوفوه في حياتكم كتير، انك تلاقي الحته الانترو سوبيريور كورنر من الفيرتبرا البادي مفصوله لوحديها وعامله اوسكل لوحديها كده. دي بيسموها ليمبس فيرتبرا، بيسموها ليمبس فيرتبرا، ودي نورمال فاريانت، ما هواش فراكشر ولا هو حاجه، حاجه كده شبه الايه؟ شبه الاوسودونتويدم اللي قلناها فوق. احنا كده خلصنا. هقول لكم كلمه عن المايلوجرافي. ايه المايلوجرافي ده؟ كانوا بيحقنوا زي ما قلت لكم ماده في السيكل ساك ويتصور العيان، يطلع الصوره عامه بالمنظر ده، ادي الصبغه محاوطه النيرف روس، عشان لو في ديسك هنا مثلا اهو زي هنا كده يبقى اه ده الديسك بقى اللي عامل اندنتيشن جامد للايه؟ للسيكل ساك، يبقى ال 4 5 ديسك ده فعلا ده ديسك صعب جدا. دلوقتي احنا زي ما قلت لكم الام ار اي، ما احنا بنشوف الديسك دايركت، مش محتاجين نعمل الام ار ارثروجرافي، ما بنعملش قصدي المايلوجرافي، لكن برضو احيانا نلجا للعيان ده ما ينفعش يتعمل له ام ار لاي سبب، مثلا عنده مركب بيس ميكر او عنده وهكذا، فساعات نعمل سي تي مايلوجرافي اللي هو المنظر ده، سي تي يعني نحن السيكل ساك ونصور السي تي، هيطلع صوره يعني معقوله جدا وساتسفاكتوري جدا لو احنا ما نقدرش نعمل الام ار اي. دي صوره برضو المايلوجرافي اهو، ده ام ار مايلوجرافي. احنا برضو بالام ار اي بيروح عامل لك صوره كده، عامل سبتراكشن ومطلع لك صوره ام ار مايلوجرافي علشان يقول للناس اللي هي في دكاتره كتيره جدا معتبره ان الام ار مايلوجرافي ده سيكونس مهم جدا، لان هم متعودين على صور المايلوجرافي، فلما تحط لهم صوره ام ار شبهها بيبقى ساتسفايد جدا، فبيقول الام ار مايلوجرافي ده حاجه مهمه جدا. الصراحه اغلبنا، وانا من الناس اللي يعني فيلم المايلوجرافي ده ما يعني ما ده الفحص اللي قلت لكم اتلغى من الدنيا كلها، كان اسمه ديسكوجرافي. كان اسمه ايه؟ ديسكوجرافي. هذا الديسكوجرافي كانوا بيحقنوا صبغه جوه الديسك علشان يشوفوا الديسك ده فعلا في انيولار تير، انيولار رابشر، يعني يخش بالسرنجه جوه الديسك ويحن. والله لو حصل اكستروجن من الصبغه بره يبقى ده الديسك ده مقطوع في الانيولارس، يبقى الحمد لله احنا شخصنا انيولار تير. لو ما حصلش يبقى احنا عملنا له خلاص، يبقى هو الديسك ده بقى نحاول لا هو طبعا ما كانش القصه كده، وكمان كانوا بيستخدموها احيانا كمان، يعني كان ليهم افكار كويسه قبل اختراع الحاجات دي. كان يقول لك ايه، احنا العيان دلوقتي بيجي يشتكي بلو باك بين، واحنا عارفين ان الكورليشن ما بين اللو باك بين والديسك يعني ديسك ليجنز ما هوش كلينيكال كورليشن، مش دايما يعني، يعني مثلا ممكن يكون عيان عنده ديسك فظيع وما بيشتكيش، واحيانا العكس العيان بيتوجع مش قادر ينام والديسك اللي عنده تعبان جدا يعني، فالكورليشن مش دايما ماشي، وبعدين ساعات الديسك يبقى مايل يمين والعيان بيشتكي شمال، الكورليشن ما هوش مش مطمئن كده، فيخش يعمل له عمليه وفي الاخر العيان يقول له انا تعبي زي ما هو، والله انت ما عملتليش حاجه، ويتخانق معاه، فيقول له لا طب احنا بص هنعمل بقى فحص قبل العمليه عشان نتاكد الديسك ده هو اللي تعبك ولا لا، نعمل ايه؟ نخش جوه ونحقن اناسيتك، خف الوجع يبقى هو فعلا الديسك ده اللي كان وجعك، يبقى نعمل له بقى العمليه. ما خفش يبقى هيجي لك بعد كده وجع زياده شويه، لان احنا عملنا لك وجع اكتر شويه، نشوف بقى الوجع كان من ايه قبل كده مش عارفين. احنا كده خلصنا. فيكوا حل الكويز؟ تمام. دي ايه دي؟ سي 2 اللي هي اكسس فيرتبرال باد. طيب ايه ده؟ سي 3 سي 3 4 فاسيت جوينتس، انا بتكلم عن الجوينت ده نفسه. سي 3 4 ايه؟ فاسيت جوينت. ممكن يشاور على هنا مثلا يقول لك ايه دي؟ سباينس بروسيس اوف ايه؟ دي سي 5 ماشي؟ طبعا عرفنا دي ايه دي؟ محدش يقول فورن بدل الله يكرمكم عشان والله شفناها. طيب ايه دي؟ كلافيكل. امال ايه ده؟
الليفت ايه؟ الليفت فيرست ريب. طب دي ايه دي؟ شايفينها بيفد ازاي هنا؟ سباينس بروس. طيب ايه دي؟ الانكس. تمام تمام. طيب ايه الابيض ده؟ الدور الفات. طب واحد دي ايه؟ كونس مدلرس. والاثنين دي الايه؟ الكودا ايكوينا نيرف روس. طب تسعه ده الايه؟ ده ما قلت لهالكمش ده. بصوا بيمشي جوه السنتر بتاع الفيرتبرال بادي فين كده، بيسموه ايه؟ بيزي فيرتبرال فين، بيسموه بيزي فيرتبرال فين. بيبان في التي 2 احلى كمان، وتلاقي حواليه شويه فات، فده ما تقلقش منه، ده عادي برضه. 8 دي ايه؟ سوبرا سباينس ليجمنت. طيب دي السيكل ساك، وده بيبقى ارتفاكت حواليه يا جماعه عادي ماشي. 11 ده ايه؟ بوستيريو لونجيتيودينال ليجمنت جدعان. طب واحد دي ايه؟ ايوه يبقى اسمه ايه؟ كوستو فيرتبرال، كوستو فيرتبرال جوينت. طيب 8 ده ايه؟ كوستو ترانسفيرس جوينت. تمام. 3 ده ايه؟ ليجامنتوم فليفوم. 5 لامينا. و7 سباينس بروسس. و4 بيديكل. و6 ترانسفيرس بروسس. طيب 3 ده ايه؟ دي صعبه دي، ما قلت لكمش تاني صح؟ لا هي 4 دي الايه؟ 4 دي النيرف روتس، سوري 4 دي النيرف روتس صح؟ هتلاقي في حاجه هنا صغيره خالص ساعات تبان وساعات ما تبانش، حاجه يعني في واحده فوق وفي واحده تحت صح؟ بيبقى ماشي مع الـ مع النيورال مع النيرف روت في الفورمن، حاجه اسمها سوبيريور فرامينال فين وانفيريور فرامينال فين، بيبقى ماشي معايا حاجه صغيره خالص هنا سوبيريور فرامينال فين، وده الانفيريور فرامينال فين، مش دايما بيبانوا بالحلاوه دي، هنا جايب تي 1 محترم شويه فباينين حلو. طيب مفيش جديد بقى، خلينا 7 ده الايه دي؟ ده البيزي فيرتبرال فين، وزي ما قلت لكم بيبقى متحوط بالايه؟ بشويه فات كده. و6 ده السوبرا سباينس، وادي خلاص بقى احنا قلنا الكلام ده كله. ايه الليجن هنا؟ الليجن هنا سنترد على ايه؟ نيورال فورمن، يعني ليفت ال 45 نيورال فورمن صح؟ في هنا ماس اهي اوفال شيبد ماشيه في الليفت نيورال فورمن، ده كانت حاله ايه؟ نيورو فايبروما مثلا. حد شايف حاجه؟ سكوليوزس شويه ماشي، دورسال سكوليوزس كومبكس تو ذا رايت شويه ماشي. طب دول ايه؟ بايلاترال صح؟ حد شايف؟ طيب خلاص، حد شايف حاجه هنا؟ الصوره وحشه انا عارف معلش، بس هو لازم تتعامل مع اسوء الظروف علشان تقدر تعيش. ايوه يا جدعان، هنا ال 4 الرايت ال 4 بيديكل مش باينه، مش باينه حلو، يعني دي ال 4 فيرتبرال بادي دي بتغمز وينكينج. ال 4 ولا ال 3 ايه رايكم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، دي ال 5 دي ال 4 يعني اللي هي البيديكل دي بتاعت ال 4 الرايت بيديكل بتاعت ال 4 فيرتبرا بتاعت ال 4 فيرتبرا دي ديستراكتد، ده عيان مثلا يطلع بقى متهسز يطلع حاجة. هو الليجن ده فين؟ في الكودا ايكواينا، في انترا سباينال ليجن ماس كبيرة سنترد على الكودا ايكواينا وهيتروجينس، ده تيومر كاركترستيك ليه اللوكيشن بتاعته، ده اسمه حاجة اسمها ميكزو بابيلاري ايبندايموم، ميكزو بابيلاري ايبندايموم مش مشكلة دلوقتي الاسم وبتاع، لكن هو اللوكيشن بتاعه عند الايه؟ كودا ايكواينا والكونس ميدلرس. شكرا جزيلا، واتمنى ان تكون الحكاية سهلة. نعم. حاضر.